السلام عليكم، اخباركم النهارده؟ اتمنى انكم تكونوا بخير، واتمنى الناس يعني بالنسبه للتاسكات ما تكونش صعبه عليهم. زي ما احنا قلنا، التاسك اللي نزل، اي تاسك بينزل بنديله مهله لمده 15 يوم ان انت تسلمه. دي الحاجه التانيه ان شاء الله اللي هناخدهم النهارده في محاضره اليوم. هناخد بعض الفنيات في المحاضره في الاول، بعد كده هنخلص تاب ريفيو وفيو اللي هم فاضلين معانا، ولو في حد واقف معاه حاجة في تاب ميلينج أو تاب ريفرنس ممكن نراجع عليهم تاني. تمام. بداية كده، حاجة من الفنيات برضو اللي احنا هناخدها، أنا جبت التاريخ ده ازاي أو وصلت له ازاي على طول كده؟ لو عايز اجيب تاريخ اليوم بدوس على اختصارة Alt وشيفت وحرف الدي مع بعض، Alt وشيفت وحرف الدي مع بعض بيجيب لي تاريخ اليوم اللي عندي اهو، Alt وشيفت وحرف الدي. يبقى اول اختصارة خدناها النهاردة اللي هو Alt بلس شيفت، ديت اوف دي تاريخ اليوم. يبقى الاختصارة دي بجيب منها تاريخ اليوم، برضه عشان تكون واضحة عند الناس. تفرق يا باشمهندس ان الكيبورد عربي او انجليزي؟ نعم، تفرق ان الكيبورد عربي او انجليزي؟ لابد ان يكون الكيبورد عندك انجليزي. مظبوط، شكرا. العفو. وانا ليه ظهر عندي التاريخ، ليه ظهر عندي بالعربي؟ علشان انا في الاعدادات النمرال عاملها هندي، عاملها هندي، لكن لو كنت عاملها كونتكست او عاملها عربيك، لو عاملها عربي هيطلع لي التاريخ نفسه بالانجليزي، لو عامله كونتكست هيطلع لي التاريخ على حسب اللغة بتاعة الكتابة اللي انا شغال بيها. تمام. دي اول فنية من الفنيات. بعد كده احنا كنا بنعمل ايه لما كنا بنيجي ندرج جدول؟ كنا بندرج جدول، ادي انا ادرجت جدول، دخلت على، ظهر عندي تاب فوق اسمها ديزاين ولي اوت، هدخل على تاب لي اوت، في حاجة عندي هنا اسمها اوتو فيت. اوتو فيت، اوتو فيت لو استعملت اول اختيار اللي هو اوتو فيت كونتنت، معناها ايه؟ معناها ان هو بيكبر لي وبيصغر الجدول على حسب الكلام اللي انا كاتبه. يعني انا لو اخترت دي، يعني مثلا جيت كتبت مايكروسوفت، شايفين الجدول بيكبر ويصغر على حسب حجم الكلام اللي عندي. جيت كتبت اي حاجة هنا نفس الحكاية، بس معايا. فزي ما قلنا الاوتو فيت هو بيوسع لي وبيصغر ويكبر حجم التيبل على حسب الكلام اللي انا كاتبه. اما الويندو ده على حسب بقى ايه، على حسب، شايفين المسطرة واقفة فين فوق؟ المسطرة اخرها هنا واخرها هنا، هو على حسب بداية الكلام ونهاية الكلام، على حسب ورقة الورد اللي عندك. دي معنى الويندو.
الويندو معناها ان هو بيمشي لك على حسب المسطرة اللي عندك من فوق، تمام، بداية الكلام فين ونهاية الكلام فين. اما الفيكسد كولوم ويدث ده اللي هو ان هو فيه يبقى عرض الكولوم اللي هو العمود بيكون عرضه ثابت، العرض زي ما هو ثابت، نفس اللي احنا اللي هو لو جيت ادرجت تيبل ده المقصد من ان عرض التيبل ثابت، مهما اكتب ومهما اعمل فيه العرض ثابت ما بيتغيرش، تمام. دي نقطة من النقاط. نقطة تانية، لما جيت ادرج صورة، ادرجت صورة، فلما باجي اغير هنا في الناس في السايز، اللي هو الويدز والهايت اللي هو الارتفاع والعرض، لو جيت غيرت في الارتفاع مثلا خليته 10، بتلاقوا تلقائي لوحده العرض بيتغير، او لو جيت غيرت في العرض هتلاقي لوحده الارتفاع بيتغير. انا مش عايز اربط الاتنين ببعض، انا عايز اخلي كل واحد فيهم بيتغير لوحده. فبعمل ايه؟ بدوس كليك يمين على الصورة، كليك يمين على الصورة، بعد كده في حاجة اسمها size and position، size and position، بدوس عليها. فتح معاك تاب اسمها سايز، في علامة صح تحت على الهايت متعلمة على حاجة اسمها اللوك اسبكت ريشيو، لوك اسبكت ريشيو، بشيل علامة الصح دي او دوست اوكي. جيت غيرت مثلا هنا خليته 20، العرض ما بتغيرش. خليت العرض مثلا ايا كان العرض خليته 10، ما بيلعبليش برضو في الارتفاع. فبدوس كليك يمين على الصورة واروح على سايز اند بوزيشن، بشيل علامة الصح من اللوك اسبكت ريشيو، بشيل علامة الصح من اللوك اسبكت ريشيو. طيب فرضا انا عدلت على الصورة، عدلت عليها خلاص وظبطتها، احنا متعودين او عارفين ان الورد نفسه ما بيحفظش كصورة. لو رحنا على فايل ودوسنا سيف از براوز، هنا عشان لو دورت على صيغة الصورة اللي هو جي بي جي او البي ان جي مش هلاقيها. فالحل الوحيد لكده ان انا عدلت على الصورة وعايز احفظها كصورة، مثلا عدلت عليها خلاص، ادوس عليها كليك يمين، كليك يمين، في حاجة اسمها سيف از بيكتشر، سيف از بيكتشر، هدوس على سيف از بيكتشر واشوف مكان الحفظ اللي عايز احفظ فيه الصورة فين. ده لو معايا صورة مثلا وحاولت اعدل عليها، يعني مثلا عملت لها، اشتغلت شوية على الخلفية ظبطتها، تمام تمام ظبطت اهو، حاولت اظبطها على قد ما اقدر. الالوان نفسها، الكوركشن، تصحيحات في الاول، ادي الصورة اعمل لها كوركشن، لا انا عايز الكلر، عايز اخلي اللون مثلا زي كده اهو، تأثيرات، وبقعد اغير في الصورة زي ما انا عايز، واجي في الاخر ادوس على كليك يمين، بعد كده سيف از بيكتشر. طيب قبل ما اجاوب على السؤال كده، بالنسبة للصورة كحد، جينا مثلا ادي ادرجنا شيب، لو دوست كليك يمين، هل مديني اختيار ان انا احفظه كصورة؟ لا مش مديني اختيار خالص ان انا احفظه كصورة، بس الشكل نفسه ممكن العب فيه. بلعب فيه ازاي؟ كليك يمين وبختار حاجة اسمها edit point، edit point، حاضر، edit point، يعني ادي الصورة مثلا ايا كان، انا حذفت الصورة اهي ورحت على بيكتشر
حضرتش الصورة. أنا عدلت في الصورة دي مثلا تنسيقاتها وشغلها أهو، عدلت زي ما أنا عايز الشكل المناسب ليا، عملت لها حدود، عملت لها تأثيرات، وبعد كده عايز أحفظها. بدوس كليك يمين على الصورة نفسها وبختار حاجة اسمها Save as Picture. Save as Picture، احفظها كصورة. هتلاقوا تحت جايب لك الصيغة اللي اسمها Portable Network Graphics PNG، وتحت في JPG، وفي اللي هو الصور المتحركة صيغتها GIF، ودي كلها صيغ لحفظ الصورة. وهنا أدور على مكان الحفظ بتاع الصورة، شوف عايز أحفظ الصورة على الديسكتوب ولا عايز أحفظه فين بالظبط. لو قلت مثلا سيف الديسكتوب، دوست على سيف، النسخة اللي أنا شغال عليها حاليا 19. أنا بحاول على قد ما أقدر أديكم كل الأوامر من 2010 لحد 2019. أشتغل لكم شوية على 16 وشوية على 19، لأن الناس برضو دلوقتي المتاح حاليا، أو الناس اللي هتمتحن الامتحانات الدولية كلها على 2016 حاليا، على 2016. على 2016 انا بس في مشكلة عندي في الحفظ، فالناس تجربها تلاقيها عملت معايا. تاني حاجة، احنا واقفين على الصورة، لو عايز اغير الصورة اجيب صورة تاني مكانها بس بنفس التنسيقات، يعني نفس كل حاجة انا عاملها في الصورة القديمة، عايز اسيب التنسيقات زي ما هي، بدوس على حاجة اسمها Change Picture، تغيير الصورة، او من فورمات فوق بيدي لك اختيار او اسمه change picture. اختار from a file واشوف الصورة اللي عايز احطها مكانها. لو عايز ارجع الصورة تاني زي ما كانت الاول، من اختار حاجة هنا اسمها receive picture، وخالص في حاجة اسمها كومبريس بيكتشر، اللي هو لو عايز اضغط الصورة. بس هي مش هتفرق معايا في حاجة، يعني كده كده الصورة حجمها صغير، مش هيفرق معايا لو عملت ضغط للصورة، ضغط بيقلل لي الحجم بتاع الصورة نفسه. تمام، ده من اسمها Alt Ticket. لو عايز اجمع كده نص هندسة، الصوت ده حضرتك بقى واطي. طيب كده تمام؟ تمام كده. اه تمام، زي ما قلنا هنا لو اشتغلت على الصورة عملت لها تنسيقات وعايز ارجعها تاني لأصلها، بختار حاجة اسمها ريسيت بيكتشر. لكن لو عايز اغير الصورة دي، بس اغيرها يعني، انا اشتغلت على الصورة دي وعملت لها تنسيقات مختلفة ايا كانت التنسيقات اللي انا عملتها، عايز اغيرها بصورة تاني بس تجيلي بنفس التنسيقات دي، بختار حاجة اسمها Change Picture، بدوس عليها وأدوس From a File يعني من ملف، وبدور على الصورة اللي أنا عايز أجيبها. هنا Compress Picture، لو عايز أضغط الصورة، يعني لو ملاحظين في التعريف بتاعها Compress Picture in the document to reduce its size. reduce يعني عشان تقلل السايز اللي هو الحجم بتاعها، فأنا عايز أقلل الحجم. كده كده اصلا الصوره حجمها صغير، فمش هتفيدني في حاجه خالص الكومبريس. تمام، وهنا قلنا Alt Text دي ممكن استعملها باختصار كيبورد، ده لو عايز احدد كذا حاجه في نفس ذات اللحظه. يعني كمثال جيت حددت دي، ادوس من الكيبورد على Ctrl مش Alt هتلاقي بيحدد معاك. مثلا حددت دي، لو دوست Alt هتلاقيه شال لك اصلا التحديد من ده وراح لك على التاني، فهي ملهاش ميزه خالص اصلا. انا عايز اقول لكم في ادوات كتيره، احنا شرحنا كل حاجه بس في ادوات كتيره. رد المحمل ماينكرافت، في ادوات كتيره مش هتلاقوا ان هي ليها اي فايده، مجرد ان هو بس حاططها زياده او كماله عدد بس في الوورد.
بس احنا ان شاء الله يعني كل التابات هنشرحها، مش هنسيب اي حاجة فيها زي ما احنا ماشيين لحد الان. تمام. عرفنا ازاي نربط الصورة يعني نربط العرض والارتفاع ببعض. يعني مثلا انا جيت هنا لو كتبت 11 هتلاقي هنا تلقائي العرض بتاع الصورة بتغير، فانا مش عايز اغير العرض بتاع الصورة. ادوس كليك يمين على الصورة وبختار حاجة اسمها size and position. size and position هتلاقوا تحت خالص في متعلم علامة صح على اللوك اسبكت ريشيو. لوك اسبكت ريشيو بشيل علامة الصح دي وادوس اوكي. تعال هنا اغير تاني في الارتفاع، ادي 15. هل حصل حاجة في العرض؟ لا ما حصلش. معنى كده ان انا لو غيرت في الارتفاع مش هتغير معايا في العرض. تمام. لو غيرت في العرض مش هتغير معايا في الارتفاع. لكن لو علامة الصح متعلمة على لوك اسبكت ريشيو، لو غيرت هنا هتلاقي مثلا لو غيرت في الارتفاع هتلاقي العرض لوحده بيتغير، وهكذا لو عملت العكس. تمام. واخدنا في التيبل اللي هو الاوتفيت، الاوتو فيت ده على حسب المحتوى، وده على حسب المسطرة عندك واقفة فين وبداية الكلام فين ونهاية الكلام فين. وهنا الفيكسد كولوم ويدث معناه ان هو بيديني الاعمدة بتكون ثابتة ما بتتغيرش خالص. تمام. وهنا لو كتبت كلام في الجدول وعايز احوله لنص، قلنا بنحوله من فين؟ من حاجة اسمها convert to text. convert to text هناخد اللي هو جزء الفورمولا دي، الناس تفكرني بيها ان انا اشرحها ان شاء الله المحاضرة الجاية. لو عايز اكتب معادلة، كتابة معادلة في الوورد، هو الوورد اصلا مش استعماله معادلات، بس انا برضو ممكن اكتب له معادلات، اكتب معادلات فيه. تمام. هناخدها ان شاء الله البداية الجاية. يعني لو ملاحظين في الشرح بتاعها add a formula to a cell to perform a simple calculation، بيعمل لي الحسابات اللي هي البسيطة مش الحسابات المعقدة زي الإكسل اللي هو الصم والأفريج. الصم اللي هو المجموع والأفريج اللي هو المتوسط والكاونت والكاونت إف والبلانك والبلانك إف. الحاجات دي كلها هناخدها إن شاء الله كمعادلات هناخدها في الإكسل. تمام. قلنا هنا الفرق ما بين سبليت سيلز وسبليت تيبل. أنا مثلا أنا هضيف انا جيت مثلا وقفت هنا وعايز اعمل انقسام للجدول ده، بدوس على سبليت سيلز، دوست اوكي. سبليت تيبل، فهو كده قسم لي الجدول لاتنين. طب لا انا مش عايز اقسم الجدول، انا عايز اقسم خليه نفسها من لي اوت، بختار حاجه اسمها سبليت سيلز، اشوف عايز اقسم الخليه دي لكم عمود وكم صف. ادي النمبر اوف كولوم والنمبر اوف رو، انا اللي بحدد اللي انا عايزه، وادي قسم لي الخليه لثلاث اعمده وصفين، ثلاث اعمده وصفين. تمام. شريط القوائم اللي فوق ديه والشريط اللي تحته احنا قلنا عليه اسمه شريط الادوات، وبرده ليه اسم تاني اسمه الريبون. الريبون. تمام. التابات اللي فوق اللي هم insert design layout reference mailing review view help search، التابات دي بضيفها من فين او بشيلها من فين؟ بروح على قائمة اسمها قائمة فايل، بختار حاجة اسمها option. ظهرت عندي قائمة زي كده لقائمة الاعدادات. الناس تلاحظ معايا برضو، تبص فوق. تمام. هخش على حاجة اسمها customize ribbon. customize ribbon شايفين اللي ظهر معايا ناحية اليمين في المين تابس اللي هو التابات الأساسية، أدي معلم لك علامة صح على تاب هوم. شلت علامة الصح دي، شلت علامة الصح ورحت دوست أوكي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو شل لي تاب هوم، شلهولي خالص لأن أنا شلت علامة الصح. أرجع تاني أوبشن
كاستمايز ريبون، اعلم علامه صح على الهوم تاني، ادوس اوكي، فادي رجع لي تاب هوم تاني، برضو كاستمايز ريبون. عايز اضيف تابه زي ديفلوبر، دي هنشرحها ان شاء الله المحاضره الجايه، ديفلوبر تمام، اعلم عليها علامه صح وبعد كده ادوس اوكي، فادي التابه اضافت لي اهي، دي تابه جديده اضافت اللي فيها الماكرو و كاجوال بيزك والماكرو سكيورتي والريكورد ماكرو، في حاجات كتيره اضافت. طيب كمثال مثلا انا في تاب رحت على كستمايز ريبون، في تاب اسمه درو، دوست عليه برضو دوست اوكي، فاضاف لي التاب اللي اسمه درو اهو خاص بالرسم. اروح تاني على الاوبشن تمام، اختار كستمايز ريبون. طيب مثلا انا عايز افتح تاب انسرت وعايز اشوف ايه اللي جوه تاب انسرت، شايفين علامة البلاطة الصغيرة دي، بدوس عليها ظهرت لي كل حاجة خاصة، يعني شريط الأدوات، شريط الأدوات أو الريبون، الحاجات اللي موجودة، التابات اللي موجودة داخل قائمة insert. add table ودي installation والadd in واللينكس والتكست. عايز افتح اي واحدة فيهم اهو، فتحتها وافتحها من علامة البلاطة اللي جنبها. دي بقول لك الادوات اللي انا بستعملها كتير، هنا الادوات اللي انا بستعملها كتير. لو جينا اشتغلنا مثلا على تاب درو مثلا، ادي مثلا خدت القلم ديه وحاولت ارسم، برسم بكتب ارسم اللي انا عايزه، كتبت اسمي اهو اللي انا عايزه برسمه، اختار القلم الاصفر مثلا اهو، كلها احجام متنوعه، اد بن لو عايز اضيف قلم تاني مثلا هايلايتس، هايلايتس ظهر عندي الوان، اختار مثلا اللون الاحمر او اللون ده تمام، واكتب بيه كده، انا بضيف قلم تاني ايا كان القلم اللي انا بضيفه. انسرت تو ماس، هتظهر عندي قائمه زي كده، لو عايز مثلا اكتب معادله وانا مش عارف مش لاقيها مثلا في تاب انسرت في الايكويشن مش لاقيها، فانا اروح على تاب درو الناس تروح على قائمة فايل، بعد قائمة فايل هنروح على اوبشن، اوبشن بعد كده اختار حاجة اسمها كاستمايز ريبون، كاستمايز ريبون. اي تابة مش موجودة عندك هنا في المين تاب يبقى اصلا النسخة بتاعت الاوفيس عندك مش موجودة عليها، لان زي ما قلنا احنا في الديزاين ولي اوت مش موجودة في 2010، موجودة بتابة اسمها البيج لي اوت. ممكن اللي معاه 2010 ما يلاقيش الدرو، ممكن ما يلاقيش الديفلوبر، ممكن ما يلاقيش الهيلب، فهي على حسب، على حسب كل نسخة. نسخة 2010 مش هتلاقي فيها الدرو، مش هتلاقي درو ولا هتلاقي ديفلوبر، النسخة هنا عشان محدثة ففيها كل حاجة، ممكن برضو ما يكونش موجود في 2016. دي حاجات أنا عايز أقول لكم، الأوفيس كل ما يبقى فيه تحديث جديد كل ما يضيفوا أدوات أزيد، وساعات بيضيفوا ادوات انا ما بستعملهاش، يعني مثلا هنا في اللينكس في قائمه انسيرت اللينك والبوك مارك والكروس ريفرنس الثلاثه نفس الاستعمال، يعني انا الثلاثه نفس الطريقه اللي بعملها في الهايبر لينك برضه بعملها في البوك مارك. طب ايه لازمه ان هو يحط الثلاثه مع بعض؟ هي بس مجرد ان هو بيعرفك ان انت ليك كذا طريقه ممكن تستعمل بيها الحاجه دي. طيب انا هبعت لكم رابط تحميل 2019، هبعت للناس على الواتساب رابط تحميل 2019، وبرضو هوريكم يعني اللي عندي مثلا النسخة عنده لو نسخة ضعيفة شوية او مواصفات قليلة ممكن ما يحملش 2019، بس في طريقة تانية برضو ممكن احمل بيها 2019 حتى لو مواصفات الجهاز عندي ضعيفة، فانا هبعت لكم الطريقة ازاي تعملوها على الواتساب ان شاء الله تمام. جيت انا رسمت حاجة مثلا، اروح على اي شكل فدست عليه ظهر لي التحديد، احدد ظهر معايا التحديد اهو، ففتحت معايا قائمة اسمها فورمات من فوق، بس drawing tool الادوات اللي خاصة بالرسم بس اهو اهو، لو عايز ارسم كشيب مثلا اهو
اروح امسك الشيب وارسم زي ما انا عايز. هو المغرب من الساعة دلوقتي مؤذن عندي، تمام؟ تمام دلوقتي الساعة 5:30، الساعة 6:45 المغرب، هروح أصلي المغرب ونرجع تاني، وهو لسه دلوقتي بالطرف. صوتك يا هندسة أهو. بقول ريست 10 دقايق للصلاة، يعني دلوقتي 5:55، الساعة 6:45 إن شاء الله نرجع تاني. معانا لحد 6:45 أو 6:15 لحد ما الناس تخلص الصلاة. هو المغرب لسه مأذن عندي حاليا، تمام؟ إلا ربع؟ 6:15. تمام، اتفضل. تمام. لسه؟ تمام يا هندسة. هو دلوقتي بس هنشرح التابين اللي هو ريفيو فيو، بعد كده الأسئلة. يا ريت تعلي الصوت بس شوية. هنشرح حاليا تابت ريفيو وفيو، بعد كده ان شاء الله لو في حد عنده اي سؤال في الحياه القديمه ممكن يسال فيها. تمام. تمام، احنا مكملناش ثابت درو، هنكملها. طيب احنا قلنا هنا مثلا اللي هي نوع القلم اللي انا بستعمله، هنا لو عايز اضيف قلم جديد، وهنا لو عايز امسح كل الشغل اللي عملته اريزر اللي هو الاستيكه. تمام. فرضا زي ما قلنا في قائمه انسيرت انا مش عارف اوصل لمعادله معينه من هنا، تمام؟ فبعمل ايه؟ بروح على قائمه درو، بختار حاجه اسمها لينك تو ماس، تيجي تكتب هنا بقى اللي انت عايزه. لو جينا كتبنا مثلا الرو، حاول تكتبها صح علشان يظهرها لك فوق. كتبت مثلا اكس تربيع، ادي ظاهر اكس تربيع، زائد واي تربيع، فكده عامل لك هو اللي انت عايزه من فوق، بيعمل لك كل حاجه في شاشه العرض من فوق. عايز تمسح مايستيكا، مسحت ده، عايز اخليها كده بس، عايز اشيله كله هشيلته. جيت اكتب تاني مثلا بيتا، كلمة select and correct لو انا مثلا كاتبها ومدهاني فوق التصحيح بحاجة تاني خالص غير اللي انا اقصد بيها، فبروح على حاجة اسمها select and correct وبدوس عليها، فبيقول لي اهو التصحيح، انت عايز تكتب ايه بالظبط؟ عايز تكتب بيتا ولا بي ولا ريال نمبر، ولا عايز تكتب ايه بالظبط؟ انا مثلا هقول له عايز اكتب اللي هو الكلوك وايز انتجرال اهو. فدي هنا دروينج كانفاس يديك شكل زي كده. ستوب لينكينج لو انا شغال في اللينك مثلا، عندك 2 زائد واي 2. بعد ما بخلص بدوس انسيرت، فادي اقدر اجهرك هنا اهو، اكس 2 زائد واي اكس تربيع زائد واي تربيع. ده اللي المفروض نعرفه من كل قائمه درو، من قائمه درو. اللي احنا خدناه لحد الان من بعد البريك قائمه درو احنا قلنا دي انواع الاقلام اللي عندي. عايز اضيف قلم تاني بضيفه من اد بن. عايز مثلا اكتب معادلة اكتبها يدوي من link to math، اكتب هنا المعادلة اللي انا عايزها ايا كان اللي انت هتكتبه ايه اهو، بيظهر ليك فوق اللي انت كتبته. لا، اللي انا كتبته ده فيه حاجة غلط، فبدوس على حاجة اسمها select and correct، حدده مثلا. لا، انا عايز اكتب رقم 1، عايز اكتب مثلا رقم 2. لا، انا قصدي مثلا على الار، فهو بيعمل لك كل حاجة انت عايزها هنا فوق. وزي ما قلنا drawing canvas اللي هو بيرسم لك شكل فاضي زي كده فارغ وهكذا.
تمام. في قائمة insert كان في تابات مش موجودة عندنا زي الايكون. الايكون دي حاجة خاصة بالشيبس، يعني لو دوست عليها دوست عليها هيظهر لي اشكال كتير. انيمالز مثلا، بختار مثلا حاجة زي كده وادوس insert ادرجها لي. هي نفس استعمال الشيبس، دوست عليها تاني. بس اغلب الاوامر دي الناس تتاكد ان هي عندها اتصال انترنت، لان في اغلب الحاجات دي مش هتشتغل الا باتصال الانترنت. تمام. ارت مثلا اخترت، لو دوست انسرت ادي تم ادراجه، تم ادراجه على انسرت. ولو رحنا برضو على حاجه اسمها 3 دي موديل، حاجات 3 دي بس على الجهاز، يعني حاجات انا حاططها على الجهاز 3 دي، ببحث على الحاجات اللي انا حاططها ك 3 دي ايا كان الحاجه اللي انا حاططها. تمام. ببحث عنها. احنا قلنا عندنا طريقه من درو اكتب المعادله من لينك تو ماس، والطريقه الثانيه من قائمه انسيرت. بعد كده بروح على الايكويشن، تمام، بدوس على السهم الصغير ده، هتظهر لي معادلات جاهزه. انا لا، انا مش عايز المعادلات الجاهزه دي، بدوس على حاجه اسمها انسيرت نيو ايكويشن. ادي عندي معادلات كتيره اهي، اهي دي كلها معادلات، دي رموز. هنا كونفرت، لو عايز احول عندي معادله عايز احولها مثلا لينير او وهكذا. ايكويشن دي معادلات جاهزه، لو عايز معادلات اكتر اهو من هنا. المعادلات الاكتر دي هتجي لك لو عندك اتصال بالانترنت برضو، حاجه زي كده اهو. دي كلها معادلات معقده ممكن اعملها من قائمه انسر. الديفلوبر ان شاء الله هنشرحها المحاضرة الجاية، هي حاجة احنا هنتعمق اكتر او مش هنشتغل اكتر فيها، لان دي شغلها كده كله شغل برمجة. انا هشرح في اللي يفيدني، ازاي اعمل ماكرو، ازاي اعمل ريكورد للماكرو، ازاي سكيورتي والفاجوال بيزك، الحاجات اللي هتفيدنا كوورد، كبرنامج وورد، كمايكروسوفت اوفيس، الدوكمنت تمبلت. لكن دي انا لو تعمقت فيها هدخل في شغل البرمجة، هدخل في شغل البرمجة. بس انا يعني ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هناخد اللي يكفينا في القائمه دي، اللي يكفينا في القائمه دي. الماكرو برضو تاني ممكن استعمله من قائمه ريفيو، فيو هنلاقيه في قائمه فيو اللي هو الماكرو، من قائمه فيو الماكرو. برضو انا يعني هاجي عند القائمه دي وهقف علشان هخلي المحاضره الجايه كلها ان شاء الله على جزء الماكرو في ال المحاضرة الجاية إن شاء الله. هي بتكون كشكل فقط ولا إيه؟ هو إحنا بنحط المعادلة اللي إحنا عايزينها، هو مش هيجيب لك حل المعادلة، أنت اللي بتحل المعادلة مش هو اللي بيحلها لك. حل المعادلة والمعادلات دي أصلا شغل إكسل، مش شغل الوورد. فالوورد كل ما عليه إن هو يدري لك معادلات بس، مش يحلها لك كمان. تمام؟ هنخش. تمام، بعد ما نخلص ان شاء الله هنراجع تاني على الميلينج والريفرنس. نبدا في تاب ريفيو. تاب ريفيو، تاب ريفيو ظهر عندي كذا تاب. هنبتدي في اول تاب اللي هو البروفينج، في حاجه اسمها سبيلنج اند جرامر. ايه معنى سبيلنج اند جرامر؟ دي اهم خاصيه في التاب دي كلها. هي بتعمل ايه اصلا؟ السبيلنج اند جرامر لو عندي مثلا كلمات في المستند نفسه عايزه تتصحح، او كلمات يعني مثلا كلمه انا شلت حرف الاس من هنا فراح ديزاين مثلا شلت حرف الاي، عمل لي عليها خط احمر، معنى كده ان الكلمه دي غلط وعايزه تتصحح. لو دوست كليك يمين عليها، كليك يمين، فبيكون مديني التصحيحات بتاعته، التصحيحات بتاعت الكلمة. فلو دوست جيت مثلا هنا في الهيدنج، دي كلها كلمات
خطأ، فبدوس على spelling and grammar. فأول كلمة عندي في spelling and grammar كلمة دي، أول كلمة هي التصحيح بتاعها، فهو بيكون مديلك التصحيح بتاعها. انت عايز تقصد بي اي جي ولا بي، ولا تقصد بيج؟ لا انا اقصد بيج. لو دست على بيج فكده هو صحح حالي. بعد كده بيدخل لي تلقائي الكلمه اللي بعدها، ديزاين ولا دين ولا ساين، انا اقصد لا ديزاين. طيب لو دست على السهم الصغير ناحيه اليمين ظهر عندي حاجه اسمها read loud، ولا لو دست عليها design design project design project intention drawing، فكده بيعمل لي ريكورد بسمع الصوت لو spell out d e s i g n. فمعنى كده ان هو بيستهجى لك الكلمه الموجوده عندك، عايز اعمل لها تشينج اغيرها من هنا تشينج اول، فهو كده غيرها لي. غيرها لي فين هي راحت؟ ها ديزاين، غيرها لي للكلمة الصحيحة بتاعتها. بعد كده في حاجة اسمها add to auto correct، لو دست عليها فهو بيصحح لك تصحيح تلقائي، بيصحح لك تصحيح تلقائي. ايه الفرق ما بين الاجنور؟ يعني مثلا انا خلاص عملت التصحيح، بعد ما خلصت ظهر عندي حاجة اسمها ignore all و add to dictionary. ايه معنى اجنور اول؟ معناها ان انا الكلمة حتى لو الكلمة نفسها غلط تمام، لا انا عايزها كده، انا عايزها كده. لو دست اجنور اول معناها لو في اي في المستند ده ككل في نفس الكلمة تانية موجودة فهو لا يحسبها لي صح، فانا انا عايز اسيبها كده. اما الاد تو ديكشنري ان هو يضيفها لي للقاموس، معنى ان هو يضيفها للقاموس ان انا لو فتحت مستند تاني غير المستند اللي انا شغال فيه وكتبت نفس الكلمه بنفس الاحرف ما يعمليش عليها خط احمر. لو كتبت نفس الكلمه بنفس الاحرف ما يعمليش عليها خط احمر، يحسبها لي صح، يحسبها لي صح. لو دست عليها وبعد كده دست اد تو ديكشنري معناها ان انا هضيفها للقاموس بتاع مايكروسوفت وورد، مهما كتبت الكلمه دي تاني هيحسبها لي صح، مهما كتبتها تاني هيحسبها لي صح. لكن اجنور اول او اجنور اونس اللي هو يعني عايز اهمل الكلمه دي بس، او عايز اهمل كل الكلام اللي زي ده في المستند، معناه ان انا لو قفلت المستند وجيت فتحت مستند تاني وكتبت نفس الكلمه برضه هيحسبها لي غلط، معناه ان انا عايز اهمل الكلمه بس في المستند اللي انا شغال فيه بس، عايز اهمل الكلمه في المستند اللي انا شغال فيه بس. تمام. ستايلز و وهيدنج تمام. حد هنا الناس تمام ولا في اي مشكله معاهم؟ ده بالنسبه للسبيلنج اند جرامر. اما بالنسبه حاجه اسمها السيريس، لو دست عليها مثلا بيجيب لي معنى الكلمه اللي انا واقف عليها. يعني مثلا انا كلمه انسيرت دست عليها سيريس، فبيقول لي ان الكلام ده كله يساوي برضو انسيرت، الكلام اللي ناحيه اليمين ده ايكوال انسيرت. لو جيت كتبت addition او insert او ايا كان attachment دي كلها بتساوي insert، يجيب لك معاني شبهة للكلمة اللي انت كتبتها. تمام. ده بالنسبة ل serial اختصارة بتاعتها shift F7. بعد كده في حاجة اسمها word count. word count احنا لو دوسنا عليها
فهو بيعمل لي ايه؟ هو هنا بيعدل لي كل حاجة خاصة بالوورد، يعني بيقول لي البيجز اللي هو الصفحات انا عندي 13 صفحة، الووردز انا عندي حوالي 5736 كلمة، بيقول لي الكاركترز اللي هي نو سبيس عندي 25511، اما اللي هي مع مسافات عندي 31229، وعندي حوالي 18 باراجراف، ولاينز اللي هي الخطوط عندي 432. بيفصل لي البرنامج ككل، كل حاجة خاصة بالبرنامج بيفصلها. هنا قلنا الووردز 5736. لو بصيت على شريط المهام، شريط الحلل من تحت دي، هتلاقي كاتب لك الووردز 5736. read aloud provides a powerful way to help you prove your point. When you click on line video, you can paste in the embed code for the video you want to add. في الحالة دي بيقرأ لك لو عايز تقرأ جزء معين في المستند، أنا حددته اهو. دوست ريد. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click on line video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. بس هو كده الجزء اللي انا حددته قراه من حاجه اسمها read aloud. لو اخترنا الشيك دي معناها اللي هو الشيك سبيليتي اللي انا لو حاطط عندي في المستند هيدنج، لكن انا مش عامل هيدنج عندي في المستند، مفيش هيدنج عندي في المستند. No heading in document، مفيش heading في المستند. لو دوسنا على translate، translate selection، يعني مثلا أنا حددت اللي هو الدوكمنت، عايز أعمل لها translate، دوست على translate selection، بس لازم أكون متصل بالإنترنت، أدوس turn on، بيعمل لي ترجمة للكلمة اللي هي اسمها document، فهو بيعمل loading هنا تحميل. ادي الترانسليتور بيعمل لي ترجمه، عايز اترجم مثلا من الانجليزي للعربي، واختار اللغه من هنا، لغه البلد اختارها مثلا، اهو بدور عليها، بقعد ادور على اللغه اللي انا عايز اترجم ليها لحد ما اوصل لها. ده اللي هو الجزء اللي انا عامل له سيلكشن، الجزء اللي عامل له سيلكشن. لكن لو عايز يعمل لي ترانسليت للدوكمنت، بيترجم لي المستند ككل، كل المستند، تمام. فروم اوتو ديفولت تو انجلش، اوتو ديتكت معناها من اي لغه، لو اخترت او مثلا من انجلش لأرابيك، دوس ترانسليت، فبيعمل لي ترانسليتنج اهو، حول لي كل المستند اللي انا كاتبه للغه العربيه، حول لي كل المستند اللي انا كاتبه للغه العربيه. انا هل كنت كاتب كل ده بالعربي؟ لا، فحول لي كل المستند باللغه العربيه. لا، انا عايز اعمل ريفيو وعايز ارجعه تاني. فادي رجع لي المستند الثاني، بيرجحوا لي بس بيفتحوا لي في صفحه ثانيه، بيفتحوا لي في صفحه وورد لوحده، لما يجي يعمل لي ترجمه لي بيفتحوا لي في صفحه وورد لوحدها، تمام. ده بالنسبه للترانسليت. اما اللانجوج اللي هو اللغه، ده اللي احنا عرفناها اللي هي ازاي اخلي لغه البرنامج كلها عربي او كلها انجليزي من الاعدادات، او لو عايز اللغة الأساسية اللي أنا شغال بيها أهي.
هنا مثلا جيت علمت على بروفايد ودوست على نيو كومنت، فيظل هنا تعليق. كتبت اي حاجه مثلا زي الامدادات، جيت مثلا على الطيب هنا كتبت تعليق كومنت اي تعليق، يعني مش شرط حاجه معينه، اي حاجه انا بعملها. في حاله الترجمه لازم يكون في نت، في حاله الترجمه لازم يكون في نت. تمام، انسرت، عايز اعمل له نيو كومنت، انسرت اللي هو ادراج، اكتب التعليق المناسب. تمام، حلو، انا خلصت دلوقتي. ظهر التعليقات هنا، ظهر لي ناحيه اليمين، عايز اشيلها. هتلاقي هنا شو كومنت متظلل عليها باللون الرصاصي، معناها ان هو يعني انا مفعله. عايز اشيل التفعيل ده وادوس عليه، فكده شلته وظهر عندي علامه زي الرساله كده ناحيه اليمين. معنى كده لو وقفت عليها بيقول لك ان انت عامل تعليق هنا عند الانسرت، عامل تعليق على الانسرت. لو وقفت على انسرت هيقول لك تعليقك عليها. لو عايز تشرحها مثلا بتشرحها في التعليق هنا. طيب جيت انا مثلا وقفت هنا، عايز اروح التعليق اللي بعده، بدوس على حاجه اسمها نيكست، هو الامدادات. هروح ادوس نيكست تاني، ادي راح التعليق اللي بعده، هدوس نيكست راح التعليق اللي بعده. هرجع تاني بريفيوس، اهو رجع للتعليق اللي قبله، وكده هيرجع للتعليق اللي قبله. عايز احذف تعليق من ديليت، من ديليت هقول ديليت. لكن لو عايز احذف كل التعليقات الموجودة عندي في المستند هدوس ديليت اول كومنت. تمام، ادي كده انا حذفت كل التعليقات اللي عندي في المستند. تمام اهي، عايز اعمل له، لو عايز اصلحه من ريبلاي، لو عايز اعدل عليه يعني، انا هعمل ديليت. جيت هنا هعمل ديليت. ده بالنسبة للكومنت. برضو التراك تشينجز دي خاصة برضو بالتعليقات، لو دست عليها لوك، لو جيت مثلا انا حددت حد هنا، دست على حاجة اسمها لوك، اخترت مثلا 1 2 3 4 5 3 4 5، دوست اوكي. فانا استفدت ايه من هنا؟ هي ملهاش اي استفادة، كل الفكرة انا بس اقفل. لو عمل تعليقات عايز اقفلها بحيث محدش يشوفها غيره. طيب دي اشكال سيمبل مارك اب. جيت انا عملت، رجعت تاني اهو. تمام، او جيت هنا عملت تعليق ايا كان التعليق اللي انا كتبته. جيت هنا عملت تعليق هنا، عملت تعليق هنا، عملت تعليق. حلو كده، حلو. ادوس على شو هنا، اقعد اغير، هيديني اشكال مختلفه للتعليقات السيمبل مارك اب. جيت هنا الشو مارك اب، عاد تظهر ايه بالظبط فيه. لو شلت ده فهو خفالي اللي هو ناحيه اليمين. اقعد العب في التنسيقات زي ما انا عايز اهي. انا عايزها شو، عايز اخلي جزء الفورماتنج فاخليه زي ما هو. فدي مجرد التنسيقات الخاصه في التعليقات. هنا اهو ظهر لي ناحيه اليمين برضو من الريفيو بين. لو عايزها vertical او عايزها horizontal، عايزها زي كده من تحت او من فوق. بس انا لا، انا مش عايزها ولا من فوق ولا من تحت، خليها vertical. بيقول لي اهو دي التعليقات اللي انت كاتبها، يجيبها لك ناحية زي ما بيعمل لك مراجعة ليها، بيقول لك انت كاتب 1 2 3. تمام، انت كاتب الحاجات دي. اروح تاني اعلم عليها او خلاص اشيلها مش عايزها، اشيلها مش عايزها. فرضا مثلا انا جيت وقفت عند التعليق ده وعايز accept او reject زي next review.
معناها لو انا موافق على التعليق دي فبيعمل لي اكسبت، بيروح للتعليق اللي بعده، موافق عليه هيروح التعليق اللي بعده، موافق التعليق اللي بعده وهكذا. لكن وقفت هنا ومش عايز التعليق دي فبدوس على ريجكت، لو رجعت تاني عليه كده مفيهوش تعليق. ريجكت معناها ان هو بيمسح لي اصلا التعليق، ان انت طالما عملت له ريجكت ادي ريجكت اند موف تو نيكست، يعني اهمله وبعد كده وديه وديني للتالي. ريجكت اول تشينج معناها كل التعليقات تتمسح، نفس اللي احنا خدناه هنا في الديليت ونفس في البريفيوس والنكست. هنا الكومبير لو عايز اعمل كومبير، لو عايز اقارن ما بين مستندين عندي، مستندين وورد، هنا المستند الاصلي بدور عليه من اهو علامة المجلد، شوفوا فين، واحط المستند الثاني. يعني خلينا نجرب مثلا على حسب المستندات اللي عندي، بس يا رب الاقي. تمام، هو الفكرة ايه، الجهاز عندي انا ما عنديش مستندات، فالناس تدخل هنا من هنا المستند الوورد وتدخل من هنا مستند الوورد. تمام، بعد كده بتعمل اوكي فهيعمل هيقارنك ما بين الاثنين. اما لو عايز اعمل كومبين اللي هو برضو نفس الحكاية، لو عايز اعمل قارنة ما بين الاثنين فانا مش هتفيدني في حاجة. لو عملت في حاجة اسمها اللي هو البلوك اسر، احنا قلنا الاسر بنعملها من فين، من فايل بعد كده اوبشن، في حاجة انا اسمها اليوزر نيم بعمل منها الاسر، وقلنا لما اجي اعمل يوزر نيم اعمله لما اكون فاتح المستند لاول مرة، لاول مرة ما كنتش شغال عليه ولا اي حاجة، لازم يكون فاضي خالص المستند. اما بالنسبة لي هنا الاستراكت اديتنج اللي هو الباسورد، اعمل الباسورد ده اللي هو الباسورد اللي احنا كنا بنعمله اصلا من فين، من قائمة فايل بعد كده انفو، واختار حاجة اسمها بروتكت دوكمنت، واختار انكريبت ويز باسورد، وبكتب الباسورد بتاعي. في الانفو هنا ظهرت عندي حاجة اسمها كونفيرت، كونفيرت اللي هو من اسمها كونفيرت تحويل، لو دوست اوكي فبيعمل لي المفروض يعمل لي تحويل للمستند اللي عندي، او هي بمعنى صح حاليا مش هتفيدني. ادوست اد انفو بروتكت انكريبت ويز باسورد، اهي نفس اللي هي دي بتتحكم لي في نوع التغيرات اللي انا بعملها. استراكت اديتنج اهي، دي خاصه بالباسورد، دي خاصه بالباسورد. دي حاجه اسمها لينكد نوتس، لو عايز اعمل كونكتد ما بين الاوتلوك الوان نوت، كان اونلي تيك لينكد نوتس فور سيف دوكمنت، سيف ذا دوكمنت اند ذن تراي اجين. يعني معنى كده من اسمها لينكد، يعني هو عايز لينك، في لينك معين بعمله ما بين الوان نوت وما بين الوورد، بعمله من خلال اللينكد نوتس. بس دي هناخدها لما نوصل للون نوت، لما نوصل للون نوت هنتعلم ازاي نعمل كونكشن ما بين الاثنين. برضو بعد كده انا عايز اقول لكم ان احنا برضو هنرجع تاني للوورد، هنرجع ليه في حاله ان احنا لو انا عايز اعمل كونكشن ما بين الوورد وما بين حاجه تاني، ففي الحاله دي انا برجع للوورد تاني. هنا لو عايز اخفي اللينك ده عايز اعمل له هايد اخفاء. دي بالنسبه لي قائمه ريفيو، قائمه ريفيو. وبالنسبة للناس اللي هتمتحن الامتحان الدولي، أهم حاجة فيهم السبيلنج والجرامر والكومنت اللي هو التعليق. بعد كده في حاجة اسمها فيو، فيو من اسمها فيو اللي هو العرض، فيو اللي هو العرض. أنا عايز بس إيه أجي على قائمة الفيو، هلغي كل التعليقات اللي أنا عاملها، أروح على قائمة فيو. اول حاجه فيوز اللي هو العرض، معناها طريقه العرض بتاعه المستند اللي عندي، طريقه عرض المستند. عايزها مثلا ريد مود للقراءه فقط اهو، ارجع تاني، ولا عايزها للبرنت لي اوت اللي هو الوضع الطبيعي اللي احنا شغالين عليه، ولا الويب لي اوت زي كده. ناس بتلاحظ لما بتبحث على حاجه في الويكيبيديا بتظهر لها كشكل بيكون عامل كده، ده الشكل اللي بيظهر معايا لو ببحث على حاجة على الانترنت.
فجابه لك عن طريق الويب داوت اوتلاين اهو بشكل اوتلاين. اظهر عندي حاجات تانية لو شو دوكمنت مثلا كرييت، في اختلافات تانية مستويات اهي ليفل 3 هي يعني، دي مش هتفيدني في حاجة في طريقة العرض يعني، البادي نكت وهكذا لا انا مش عايزها. وهعمل كلوز واروح على فيو واختار اوتلاين، فادي ظهر عندي الاوتلاين. لا انا عايز مثلا عايزها في وضع الدرافت، لو دوست على الدرافت هيظهر معايا كده. لو عايز الليرنينج تولز بشكل الليرنينج تولز، هنا البيش كولر شكله كده اهو، الكولوم ويدث العرض نفسه يكون ازاي شايفين، دي كلها اشكال مختلفه. هو كده بيجرى لك خلاص اوقف. فدي لو عايز اعمل دي اشكال مختلفه من الليرنينج تولز اللي هو اللي انا اخترت هنا الدرافت. انا هرجعه تاني للبرنت لاوت. تمام، احنا قلنا الليرنينج تول لو دوست عليها اهو ده شكل الليرنينج تول، ودي اشكال مختلفه. البيش كولر خليه مثلا اسود، خليه دي الوضع الطبيعي، العرض نفسه بتاع الكلام يخليه لك كده. ده لو الناس مثلا الناس اللي بتلعب مثلا اللي هو البيانو والحاجات دي بتلاقي الكلام كله عامل كده. تمام، ده هنا التكست سبيسيفيك برضو خاصة لو اخترت دي، بقعد غير زي ما انا عايز في التنسيقات اللي عندي. هنا لو اخترنا البيج موفمنت، لو اخترت فيرتيكال او سايد تو سايد يعني يخليها لك الاتنين جنب بعض كده، او يخليها لك فيرتيكال اللي هو الوضع الطبيعي اللي عندي. فرضا انا عندي فرضاً أنا مثلاً عندي المسطرة متظاهرة فعايز أظهرها، بظهرها من قائمة فيو وبختار لورر دوست عليها، فأكيد أنا أظهرت المسطرة اللي عندي. لو دوست على جريديانت أو جريد لاينز، يعني إيه جريد لاينز؟ اللي هي الشبكة البيانية. الشبكة البيانية هنتعلم إزاي إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية برضو، يعني عشان أكون فاكر الطريقة بتاعت تسطير سطور. التسطير هتعلم ازاي يعني، الناس لو بتلاحظ اللي هي الكشاكيل او التشاكيل بتكون مسطرة، هنتعلم ازاي نسطر ورقة الوورد عندنا، هنتعلم ازاي نسطر ورقة الوورد نسطرها، يعني الكلام ده كله يكون مكتوب على سطور، هنتعلمه ان شاء الله المحاضرة الجاية. زي ما قلنا هنا الجريد لاينز اللي هو الشبكة البيانية اهو، ايميل الشبكة البيانية نافيجيشن بين، لو دوست عليها فبيظهر لي هنا الهيدنج، لو عامل هيدنج عندي وادي البيجز ادي كل الصفحات صحيح. الريزلت نتائج، لو عامل التعليقات او عامل مثلا حاطط صور بيظهر لي هنا، والهيدنج لو عامل رؤوس عندي فكله بيظهر لك. زوم لو دوست عليها هي خاصة بالمستند نفسه، لو دوست مثلا 75 دوست اوكي شايفين ظهر معايا، دوست 200 دوست اوكي فكبر لي المستند، خاص بتكبير وتصغير المستند، بس اللي هو الريكومندد الموصى بها اللي هو 100. ممكن تحط النسبة زي ما انت عايز من البرسنت هنا، تزود اهو زي ما انت عايز. هنا اللي هو 100% الزوم نفسه. هنا الوان بيج لو صفحة واحدة، مالتي بيجز لو عايز تخلي كل الصفحات طريقة عرضها كده جنب بعض، أما البيج ويدث لو عايز تخليها كبيرة زي كده، خليها معروضة على الشاشة عندك، خليها وان بيج. أنا الزوم هخليه 100 وأدوس أوكي. هنا الويندو اللي هو لو عايز أفتح مستند جديد، مش قلنا من فايل بعد كده بختار نيو أو كنترول إن، هنا اختار نيو ويندو. لو جيت تحت ادي دوكمنت 2،
بس في الحالة دي لما يفتح لي ويندو بيفتحه لي بنفس التنسيقات اللي أنا عاملها أو نفس الشغل اللي عامله على المستند الأولاني، تمام؟ خلينا زي ما احنا كده. بعد كده في حاجة اسمها arrange all، arrange all لو عايز أرتب المستندات أخلي ال structure open windows so you can see all of them at once. هي يعتبر زي النيو ويندو، يعني هي حاجة أنا برتب بيها المستندات بتكون مترتبة من تحت أهي. split لو عايز أخلي المستندين تحت بعض، يعني أنا في حاجة عايز أصححها فأبص عليها من فوق أهي، عايز أصحح مثلا الحتة دي أهي، بدور عليها تحت فين، أو لو عايز مثلا أمسح شوية كلام وعايز أكتب، عايز أكتب اللي تحت أكتبه فوق، أو عايز أكتب اللي فوق أكتبه تحت. بفتح الصفحتين قصادي كده وابتدي اشتغل عليهم، برتبها من arrange all، من arrange all، arrange all، تمام. فرضا انا مش عايزها كده، انا عايز طريقة عرضها تبقى side by side، دوست عليها فادي خلالي الاتنين جنب بعض، خلالي الاتنين جنب بعض، الاتنين جنب بعض side by side. مش عايز ده، واعمل remove split سويتش ويندو. هنا سويتش ويندو بيقول لك انا انت عندك كم مستند للورد فاتحه. ادي انا فاتح مستند، انا عايز افتح مستند تاني، عايز افتح مستند تاني. ازاي الصفحات في المستند الواحد؟ صفحات الورد ترتبيها ازاي؟ يعني انت مثلا كتبتي الصفحة الأولى والتانية والتالتة والرابعة وعايزة ترجعي ترتبيهم تاني، تخلي مثلا الخمسة الأولى والرابعة التانية وهكذا، ولا ايه بالظبط؟ عشان أنا مش فاهم السؤال، أنا مش فاهم السؤال. طيب انت هتستفادي ايه لما تعملي حاجة زي كده؟ يعني انت مثلا كتبتي الصفحة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة، بعد كده عايز ترجعي ترتبي الخمس صفحات دول، تخلي الصفحة الخامسة اللي هي الصفحة الأولى، والصفحة الرابعة اللي هي الصفحة التانية وهكذا. طب ما احنا من الاول نكتب بالترتيب. هي ملهاش طريقة، هي ملهاش طريقة، هي ملهاش طريقة، هي بالظبط هي بتكون مترتبة اوتوماتيك، بس هي ملهاش طريقة. ان انا لو جيت مثلا كتبت الصفحة رقم من رقم واحد لحد رقم خمسة، والصفحة رقم خمسة دي انا عايز اخليها الصفحة رقم واحد، فيعني بضطر مثلا انسخ كل الكلام ده، تمام، اخده مثلا كنترول اكس قص، تمام. هو معنى ان عمل لي عليها جابها لي باللون الاحمر وعمل لي عليها خطوط زي كده، معناه ان انا اصلا هشيلها، هشيلها بس وورد 2019 بيظهرها لي كده، ده شكلها. هروح على اول صفحة عندي، اول صفحة عندي، هروح على اول صفحة، اقف مع بداية الكلام، بروح على حاجة اسمها insert، واختار حاجة اسمها البيج بريك، فأدرج لي صفحة فارغة، بدوس كنترول بي، وكده أدرج لي الكلام اللي أنا عايز أحطه في الصفحة الأولانية. نرجع تاني أهو، نرجع تاني، هروح على فيو، الزوم هخليه 100، تمام. أنا عايز أخده قط، أو جيت على هوم واخترت قط، حلو. هروح على ادوس على الفيو، اختار برضه، هروح ممكن اعملها عن طريق البلانك بيج، وممكن عن طريق زي ما قلنا اللي اوت، اختار بريك، اختار نيكست بيج، فكده الصفحة الاولانية فارغة. كل ما عليا ان انا، كل ما عليا ان انا ادوس كنترول في وادرج الكلام اللي انا عندي واغير في التنسيقات واشتغل فيه. دي الطريقة الوحيدة اللي انا ممكن اعمل بيها ترتيب للصفحات. وانا برضه من ناحيتي انا بحاول، يعني الناس الاسئلة بتتسأل 2019، هو بيعمل كت والبيست، ما هو الكت اللي هو كنترول اكس، والبيست اللي هو كنترول في، والكوبي اللي هو كنترول سي، كنترول سي. هو ساعات يعمل معاك، وهو بس في حد لعب في الاعدادات بتاعه المستند هظبطها، بس زي ما قلنا دي الطريقه اللي انا ممكن اعمل بيها صفحات أو عايز أظبط فيها المستند.
بالنسبة للأسئلة اللي بتتسأل، الأسئلة كلها بتتحط عندي وبجاوب عليها المحاضرة اللي بعدها، تمام؟ لأن في أسئلة ما بيكونش لها حلول، أو بمعنى أصح مفيش حاجة ليها ملهاش حل، بس الأوامر نفسها أو إعدادات البرنامج مش بتسمح لي بكده، مش بتسمح. يعني مثلا أنا لو عايز يعني موضوع الترتيب دي، أنا مشفتش حد عمله قبل كده خالص، ولا أنا جربته قبل كده، تمام؟ حتى ما فيش اوبشن ولا في اي حاجه في البرنامج نفسه بيرتب لك صفحات برنامج الوورد ترتيب تلقائي، مش بيرتبها لك ترتيب تلقائي. فانا من ناحيه الاسئله دي كلها احاول اوصل لها لحل، ورغم ان هي ملهاش حلول يعني، بس انا هحاول يعني احاول اوصل لها، احاول اسال فيها، ولو وصلت هشرحها لكم المحاضره الجايه ان شاء الله. بس هو يعني اغلب الاسئله عشان تتعمل يكون ملهاش حلول. وبالنسبه ان انا ازاي اعمل حدود لصفحه واحده في وسط المستند، برضو وصلت لها وهشرحها لكم ان شاء الله المحاضره الجايه. بالنسبه لي لما اجي اعمل لون للمستند نفسه، واللون نفسه انا عايز اظهر الهيدر والفوتر، ولو عامل بيج نمبر ارقام للصفحات ازاي اظهرها، برضو ان شاء الله هتكون المحاضره الجايه. فالمحاضره الجايه محاضره مهمه جدا، الناس تركز فيها، لان هيكبر فيها يعني 90% من بعض التقنيات اللي كانت واقفة مع الناس الفترات اللي فاتت. الناس تبعت لي برضه على الواتساب الحاجات اللي واقفة معاها، تبعت لي كل الأسئلة اللي واقفة معاها على الواتساب، علشان هنجاوب على كل الأسئلة دي المحاضرة الجاية، بجانب إن إحنا هنشرح ديفلوبر، ولو في وقت معانا هندخل شوية في البحث العلمي، نتعلم إزاي نعمل بحث علمي ببرنامج الوورد. وهنشرح برضه الماكرو، هنشرح الماكرو المحاضرة الجاية، تمام؟ هنكمل مثلا هنا في الفيو، في تابة في الفيو اسمها بروبيتيز بدوس عليها، ظهر عندي اللي هو بروبيتيز السايز، الحجم، البيج، الوردز، التوتال اديتنج، انت خدت قد ايه في الاديتنج 101 مينت، التايتل، العنوان، التاج، كومنت، يكون مديك كل التفاصيل اللي عندي، يكون مديني كل التفاصيل اللي عندي. صفحة. تمام، احنا هندي مثلا 10 دقايق الناس تسأل لو حد معاه اي حاجة واقف فيها. ده ممكن يكون سبب ايه. ساعات انا مثلا في المستند فرضا كمثال، انا عندي صفحات بيضة كتير اهو، دي كلها صفحات بيضة. في ناس لما تيجي تحذف الصفحات البيضة دي مترضاش تحذف معاها. الحل الوحيد ان انت تقفل برنامج الوورد وتشغله تاني، تمام؟ تقفل البرنامج وتشغله تاني، لان هو ساعات البرنامج نفسه بيعلق معاك، فبتضطر انت تقفله وتشغله تاني. ويا اما الناس عشان تمسح، احنا قلنا عشان نمسح المستند او نمسح صفحه فارغه، بدوس على حاجه اسمها الباك سبيس. باك سبيس، بدوس على باك سبيس من الكيبورد. انا كده في الصفحه الاولانيه، باك سبيس اهو، بدوس باك سبيس هتلاقي الصفحات بتتمسح معايا. باك سبيس باك سبيس عايز اعمل صفحة مثلا بالعرض وباقي الصفحات بالطول. هو ده انا كنت محضرها لكم المحاضرة الجاية، فالناس معلش تستنى المحاضرة الجاية. بالنسبة ازاي اعمل صفحات بالطول، صفحات بالعرض، ازاي اعمل صفحات بالطول وصفحات بالعرض، تمام؟ صفحات بالطول وصفحات بالعرض. الناس في ناس سألتني ازاي اعمل قطعة جاهزة. القطعة الجاهزة قلنا بنعملها ازاي، يساوي راند، افتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، كده انا ادرجت قطعة جاهزة. طيب دوس يساوي راند، يساوي راند، افتح القوس، كتبت مثلا 18 شرط وعملت فاصلة 20. معنى 18 ايه و20 ايه؟ 20 معناها ان هي عدد القطع، أنا عندي 20 قطعة،
أما عندي 18 جملة، الجملة اللي هي بتنتهي معايا بالستوب اللي هي النقطة. احنا قلنا بالنسبة للفيو، أول حاجة الفيوز طريقة العرض، دي طريقة عرض الصفحات اللي عندي أد الريد. صفحات فارغه اصلا. لو عايزه البرنت لي اوت، لو عايزه الويب، دي كلها طريقه عرض الصفحه اللي عندي. برضو الفيرتيكال والسايد تو سايد، لو عندي صفحتين او عندي في المستند نفسه اكتر من صفحه فبيعرض لي الصفحات كلها جنب بعض. انا مش بدرج الصفحه بالعرض، انا بغير في طريقه العرض اللي هو الفيوز، بختار الريد مور او الريد مور، يا اما اخليها البرنت لي اوت يا اما اخليها الويب. دي كلها طرق عرض للصفحه، طرق عرض الصفحه اللي عندي. الاوت لاين والدرافت نفس الحكايه. لو عندي كلام في المستند وعايزه يقرا لي الكلام ده او اسمعه كصوت، اختار الليرنينج تول. بس انا من حاجه اسمها الريد الاوت، الريد الاوت، الريد الاوت. وهنا اللون بتاع الصفحه اهو، هذا اللون تمام. الكولوم ويدث اللي هو عرض الكلام نفسه. طيب انا هكتب مثلا هذا الريفيو، انا عايز تمام الزوم هخليه 100 ماشي. هكتب يساوي راند، يساوي فرنت تمام. رحت دوست على هنا، ادي غيرت اللون مثلا. الكولوم ويدث اللي هو عرض الكلام نفسه انا بعدته خالص اهو، صغره شويه اخليه الفيري نارو. هنا برضو الشكل تكست سبيسنج خاص بالنصوص الريد. لو انا عايز يقرا لي مثلا الكلام كله ده. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste. هو كده قرا لي، فبعمل كلوز هنا. هنا لو قلنا لو عايز اعرض المسطره واخفيها من من هنا اهو، بعرض واخفي المسطره. هنا الجريد لاينز اللي هو الشبكه البيانيه. هنا النافيجيشن لو عندي هيدنج او بيج الصفحات بيظهرها لي هنا ناحيه اليسار. الزوم اللي هو طريقه عرض تكبير والتصغير بتاع الصفحه اهو، من تحت برضو بعمله او اختار زوم على كده ادوس على 100. هنا لو عندي كذا صفحه، لو عايز اعرض الصفحه نفسها تكون طويله كده بالعرض، يا اما اخلي الصفحتين جنب بعض او كل الصفحات جنب بعض تمام. الحالة الوحيدة، الحالة الوحيدة اللي بتعمل لي الحاجة الوحيدة اللي بتعمل لي ان انا بالميكروفون مثلا بتكلم بالصوت ويكتب لي، ان انا بروح على ايميل مايكروسوفت. هي الخاصية دي مش متاحة في البرنامج نفسه عندنا على الجهاز، مش هتلاقيها متاحة. بتروح على ايميل مايكروسوفت وبعد كده تكتب، هتلاقي في علامة مايكروفون في الهوم، هتلاقوا في قائمة هوم هنا في ايميل مايكروسوفت هتلاقوا في علامة مايكروفون، فبدوس على علامة الميكروفون دي تمام. وبعد كده بعد كده بتكلم، وهتلاقي المستند نفسه بيكتب كل الكلام اللي انا بتكلمه. هنعملها مع بعض ان شاء الله. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية هنكمل فيو بس عشان الناس.
هنا لو عايز اعمل نيو ويندو بس يكون بنفس الكلام الموجود عندي اهو. هنا لو عايز ارتب مثلا بص تحت هتلاقي ادي دوكمنت 1 دوكمنت 2 اللي هو المستند الصفحة التانية اللي انا عاملها اهي، وهكذا دوكمنت 3 لو عندي كذا صفحة. لو عايز اعمل سبليت اخلي الصفحتين كده تحت بعض، اما لو عايز اخليهم سايد باي سايد زي كده اهو، عايز اخليهم سايد باي سايد اعمل ريموف سبليت هنا سويتش ويندو. هنا بيظهر لك كل ملفات الوورد اللي انا فاتحها. قلنا البروبارتيز بيديني الخصائص كلها بتاعه المستند. بالنسبه للسبيلنج لو عندي كلمه مثلا في المستند نفسه كلمه غلط في المستند اهو، وعايز اعمل لها سبيلنج او عايز اعمل لها زي اظبط الجرامر بتاعتها او اعدل الجرامر، وادوس على سبيلنج والجرامر هيظهر لي ناحيه اليسار هنا قائمه فبيديني اختيارات كثيره، بيقول لي انت تقصد ايه دوكمنت اه، دوست عليها فقال لي السبيلنج اند جرامر تشيك از كومبليت، بالفعل هو تم فبدوس اوكي. فرضا مثلا عندي غلط هنا وعندي غلط هنا، فاروح هنا ادوس سبيل اهو. تقصد ايه بيها؟ انا عايز اعمل لها ريد اللي هو يقرا لي الكلمه، ولا السبيل استهجالي بالحروف ولا يغيرها لي. ودوست تشينج فهو بيغير الكلمه نفسها للكلمه الصحيحه بتاعتها. هنا نفس الحكايه بعمل سبيل فبيظهر لي انت تقصد ايه بالظبط، قلت له مثلا دي، فهو بيقول لي السبيلنج اند جرامر تشيك از كومبليت، التهجي والقواعد بالفعل تم فحصهم بنجاح او اكتمل. ده بالنسبة لي السبيل اند جرامر تمام. لحد هنا في حاجة واقفة مع الناس؟ طيب عشان هناخد حاجة جديدة دلوقتي، هناخد حاجة جديدة تمام، فالناس تركز معايا تمام. هنروح على insert اختار شيبس، اختار مثلا الشيب بتاع مستطيل، انا عملت شيب مستطيل اخليه مثلا من الشيب فيل اخليه نو فيل، من الشيب اوت لاين اخليه نو اوت لاين، او اخلي الاوت لاين نفسه لونها اسود بس الويت هخليه رفيع شويه اهو. طيب هرجع تاني للناس بس نخلص اللي احنا شغالين فيه ده دلوقتي. الارينج، الارينج من قائمة فيو هي ما فيهاش حاجة، هو مجرد ان هو بيرتب لي المستندات اللي مفتوحة عندي تحت، بيرتب لي المستندات اللي هي مفتوحة عندي تحت من ارينج اول، بس ما فيهاش حاجة تاني تمام. رحت انا مثلا برضو اخترت شيبس، اخترت مستطيل، ادرست شكل مستطيل، خليه برضو نو فيل، اوت لاين اخليها اسود، الويت اخليه اخد نسخة تانية منه من كنترول دي واخلي النسخة مثلا الناحية التانية اهي تمام، اخلي النسخة الناحية التانية. اختار شيبس، لو عايز اختار المثلث بختار، لو عايز اختار شكل ريكتانجل تاني اختار على حسب ما انا اختار. ادي مثلا عايز اعمل حاجه زي كده اهو، اختار برضو ممكن اخليها لون، يعني يدي لها لون بس الاوت لاين اخليه اسود، اوت لاين اخليه اسود، الويت اخليه رفيع شويه، اللون اللي من جوه اخليه مثلا زي كده اهو تمام. جيت هنا في الانسيرت شيبس اخترت مثلا مثلث،
صغره شوية، كليك يمين عليه واختار حاجة اسمها edit point، برضو بالنسبة لي اختار حاجة زي كده. بالنسبة للأوتلاين أخليها خط نفسه خفيف، اللون نفسه ممكن أروح على الشيب إفكت، على حاجة اسمها 3D مثلا أهو، أقعد أغير في 3D زي ما أنا عايز. ده شكل 3D مثلا، أخد منه نسخة تانية كنترول دي، أعمل لها روتيت، ده اخليه مثلا عايز اديله لون زي ده، او اديله لون تاني اهو، او اديله لون تاني برضو، مش عاجبني الالوان دي كلها، ايا كان اللون اللي انا هديه. تمام، اديته لون زي ده، او هديله اللون اللي احنا شغالين عليه. تمام، همسك ده برضو نفس الحكاية كنترول دي، انزل دي تحت، بس لا انا مش عايز، انا هروح مثلا في الشيب مستطيل، لون نفسه بتاع الباب، لا انا مش عايز، انا عايز تكتشر مثلا اخليه اللون ده. لا ما فيش حاجة مش موجودة، أي شكل اللي بيتم إدراجه لازم يفتح لك قائمة فورمات، أي شكل أنت بتدرجه بيفتح لك قائمة فورمات من فوق، يا ريت الناس تركز تبص فوق، هتلاقي في حاجة اسمها بيكتشر تول وفي حاجة اسمها دروينج تول على حسب ما هو بيفتح لك. أنا جيت وقفت هنا أهو، فهنا بيفتح لك قائمة من فوق، هتلاقي قائمة فورمات لابد إنها تتفتح معاك، مش هتلاقيها موجودة في التابات اللي فوق، لا بمجرد إن أنا بدرج الشكل القائمة بتاعت فورمات هتفتح معاك فوق. تمام، بمجرد ان انا بدر الشكل هتلاقوا قائمة فورمات فتحت معاك فوق. تمام، لا اخليها الاوتلاين كده خفيفة، واللون اخليه مثلا اللون بتاع الاوتلاين اسود، اجي مثلا في الانسيرت اهو، انسرت، انا عايز اعمل في التكستر مثلا اخليها لون زي كده. حلو، بالنسبه للشيب اوت لاين اخليه اسود، الويدث بتاعه اخليه كده. فده يعني اهو انا في الوورد رسمت شكل بسيطة، شكل مبسط عامله في الوورد، عايز اخليه كله في وغير في الالوان زي ما انا عايز. جيت مثلا في دي عايز اخليها شكل 3D او بيفل، ايا كان الشكل اللي انا عايز اخليه اغير زي ما انا عايز في الاشكال اللي عندي بتاعت 3D. ده شكل بسيط للمنزل مثلا، لو عايز اخلي ده كله كشكل واحد بدوس على اي شكل فيهم، وادوس بعد كده كنترول بحدد الشكل التاني، بعد كده افضل داس على كنترول احدد كل الاشكال اللي عندي اهي. اي مستطيل عايز تكتب عليه تدوس عليه كليك يمين، وفي حاجه اسمها اد تكست، اد تكست تكتب النص اللي انت عايزه اهو بداخله. طب انا مثلا كتبت ريم عربي هنا اهو،
حلو كده، وجيت كتبت هنا كليك يمين على الشكل ودوست اد تكست وكتبت الهندسة بدون فرصات. تمام اهو. دوست كليك يمين على الشكل نفسه او حددت الشكل، كنترول حدد الشكل الثاني، خلاص انا بحدد الشكل، بحدد ده وبحدد ده وبحدد ده، حدد ده، حدد ده، حدد ده. بعد كده بروح على حاجة اسمها جروب ودوس جروب، الاقي كله بيجي شكل واحد. انا نسيت احدد دي معاهم، انا لو حددت كده انا عملت جروب المفروض كده عملت جروب، بس انا نسيت ايه بقى، انا عملت كل حاجه بس الشكل اللي من تحت نسيت اعمله، الشكل اللي تحت نسيت اعمله، اكبر شكل فيهم نسيت اعمله. فاجي كده اهو واحاول على قد ما اقدر اوصل للشكل اللي من تحت، الشكل اللي من تحت واحطه في جروب معاه. تمام. المهم وهكذا هعمل في كل الحاجات اللي عندي. ادي شكل بسيط انا ممكن اعمله اهو، ده شكل بسيط عندي ممكن اشتغله على الوورد. ممكن اعمل زي اللي هي الكرتون، لو عايز اعمل شكل كرتون بعمله برضو بالشيبس. هنتعلم ازاي نعمل شكل كرتون ان شاء الله المحاضرة الجاية، هنعمله ازاي على الوورد. هو بسيط ما فيهوش اي حاجة، الناس تتعود ان في كل محاضرة ان شاء الله من المحاضرات الجاية في الوورد هيبقى في شغل تصميمات، وهنشرح شوية تقارير فنية، وهنشرح شوية الفنيات اللي واقفة مع الناس. لو عايز صفحة داخل في وسط المستند ازاي اعمل لها حدود وماعملش للصفحات التانية، نفس الكلام لما باجي اعد السطور من قائمة layout من اللاين نمبر ازاي الغيها من صفحة معينة، ازاي اسطر السطور، ازاي اعمل صفحات بالطول وصفحات بالعرض، وهكذا. كل ده ان شاء الله هناخده المحاضرات الجاية. تمام. ده شكل بسيط انا عامله، ادي شكل بسيط انا دلوقتي عملته بالوورد. حلو كده. تمام. جيت انا مثلا فتحت، تمام الناس معايا، إعادة على إيه بالظبط؟ حدد لي اللي أنت عايز تعيد عليه. لو أنت لو قصدك إن أنا أعيد على الشكل اللي أنا عملته ديه، الناس ما تقلقش، كده كده هعمله تاني المحاضرة الجاية. كده 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 هنشتغل تاني المحاضرة الجاية، نعمل الشكل ده تاني، هنعمل اللي هو الكرتون مع بعض، هنشتغل شوية تقارير فنية، وهنشتغل شوية تصميمات. تمام؟ هذه حاجة بسيطة اتعملت النهاردة، الناس ما تقلقش، هنعيد تاني على الشكل ده. تمام؟ اللي عنده سؤال اكتبه دلوقتي في ال خليها كلها كتلة واحدة. تمام. لا قائمة ريفيو لو مش ظاهر عندك فوق، بروح على قائمة فايل، بعد كده أروح على أوبشن. تمام. بختار حاجة اسمها كاستمايز ريبون، كاستمايز ريبون ناحية اليسار في حاجة اسمها المين تابس، لازم يكون متعلم علامة صح هنا على الريفيو. لو متعلم علامة صح على الريفيو كده ظهر عندك، لو مش متعلم عليها علامة صح يبقى كده هو مش ظاهر عندك.
تمام. ازاي؟ طب جرب كده اقفل الوورد وشغله تاني، جرب اقفل الوورد وشغله تاني، ان طالما انت متعلم على علامه صح يبقى لابد انها تكون ظاهره معاك، لابد انها تكون ظاهره معاك. قائمه ريفيو، ريفيو. طيب النسخه بتاعت الاوفيس اللي عندك 2000 وكام؟ ألفين وعشرة بس 2010 موجود فيها ريفيو، 2010 موجود فيها ريفيو. على فكرة التبات اللي فوق دي أساسية، تبات أساسية مع البرنامج لازم تكون موجودة أصلا. في حالة واحدة لو حد جه دخل لعب في الإعدادات بتاعت البرنامج نفسها، لو حد لعب في الإعدادات بتاعت البرنامج ممكن يقفلها لك، لكن غير كده المفروض هي تكون موجودة، المفروض تكون موجودة. تمام. هتروح على كستمايز ريبون وهتختار، هتعلم علامة صح على الريفيو. طيب ممكن بس بعد تاب هوم انسيرت درو ديزاين لي اوت ريفرنس ميلينج ريفيو فيو، او بعد الميلينج، ايه التابات اللي ظهرها لك؟ 2008. لا ثواني، هو اوفيس ما فيش منه 2008، حضرتك قصدك مثلا 2007، 2007، لكن 2008 ما فيش في الاوفيس، فيش اوفيس 2008. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، احنا انا قلت للناس تشتغل من 2010 وطالع. اي حد عندي نسخه قديمه 2007 يا ريت يحذفها، يا ريت يحذفها ويشتغل من 2010 وطالع، اشتغل من 2010 وطالع، ان كل الاوامر اللي احنا بنشرحها دي مش هتلاقوها في 2007، مش هتلاقوها في 2007. 2007 فيها حاجات كتيره مش موجوده فيها. تمام. انا عملت شكلين زي كده، حددت الشكل ده، ادوس على كنترول وبختار الشكل الثاني، بروح على حاجه اسمها جروب، بختار جروب كده، انا خليتهم الاثنين شكل واحد اهو، خليت الاثنين شكل واحد. طيب ماشي. طيب ممكن بس انا في حاجه اشرحها وبعد كده ممكن حضرتك تتابع معايا وتعمل لي شير للصفحه. دلوقتي فرضا انا عملت مستند، ادي مستند فاضي، وعايز اصمم حاجه معينه، ادي ديزاين، عايز اصمم شهاده مثلا، ادي الشهادة اللي انا صممتها، عملت لها حدود، اكتب مثلا شهادة ايا كان. يعني التصميم ده احنا على فكرة هناخده ان شاء الله المحاضرة الجاية او اللي بعدها. انا عملت ادي اي شهادة تقدير وخلاص، تشهد مؤسسة بان مؤسسة كذا، بأن المتدرب قد حصل. أنا بكتب أنا أي حاجة أنا عايز أطبق عليها اللي هو التاب بتاع الميلينج، قد حصل على شهادة في برنامج مايكروسوفت. أوفيس مدته 5 أشهر. هنا المؤسسة مثلا أيا كان المؤسسة، أنا بس عايز أوصل لحاجة معينة، بتقدير. تمام. أنا فات عندي كذا صفحة،
اجي افتح صفحة تانية للوورد. على فكرة مش شرط، انا ممكن اروح على الاكسل واعمل تيبل، اكتب مثلا هنا الاسم واكتب هنا التقدير اللي عايز يظهر معايا، الاسم والتقدير ايا كان الاسم مثلا محمد احمد، والتقدير مثلا جيد جدا من مطلة احمد او من مطلة، تقدير مثلا امتياز مثلا عبد الله، ايا كان الاسماء اللي انا اكتبها، عبد الله حسين تقدير جيد. بحفظ المستند دي مثلا باسم على الديسكتوب، ايا كان الاسم اللي احفظه بيه دوس اوكي. بعد كده انا حفظته على، ممكن اعمل التيبل دي اعمله على الاكسل مفيش مشكله، بروح على قائمه ميلينج بختار حاجه اسمها سيلكت ريسبنت، يا اما لو عايز اعمل لسته بس انا اعملها بإيدي داخل البرنامج نفسه، يا إما أنا أصلا عامل قائمة مجهزها فأختار use an existing list من الديسكتوب، وأدي الاسم فتحت عندي أوامر تانية، فبختار حاجة اسمها insert merge fill، كل الحقول اللي أنا عاملها فظهرالي هنا، أدي أنا ظاهر الاسم والتقدير، يعني أنا عامل عمود بالاسم وعمود بالتقدير، لو عامل حاجات تانية هتظهر لي. فأنا هقف هنا عايز بإن المتدرب، عايز أكتب هنا اسم المتدرب فأختار الاسم، هاجي التقدير هنا وأختار برضو من insert merge field هختار التقدير. بعد كده بختار حاجة اسمها بريفيو ريزلت، عرض النتائج، أهو ظهر لي اللي هو محمد رمضان محمد أحمد تقديره جيد جدا. جيت من هنا اخترت رقم 2 أدي انا طلع محمود تقدير امتياز، هنا ادي عبد الله حسين تقدير جيد. دي بدل ما انا كل شويه يعني اقعد امسح واكتب وامسح واكتب، فدي انا بكتب الاسماء في قائمه لوحدها سواء الاكسل او في قائمه خاصه ببرنامج الوورد، واقعد ادوس على انسيرت ميرج فيلد فبيظل هنا كل الاعمده اللي انا كاتبها. تمام، بعد كده بختار بريفيو ريزلت اللي هو اعرض النتائج اللي انا عاملها، بعد كده ممكن زي ما انا عايز اعدل فيها، يعني الهايلايت ميرج فيلد يعمل لي تسليط الضوء على الجزء اللي فيه ميرج فيلد، اهو شايفين، ادوس عليه تاني ومن هنا اقعد هنا عدد الاسماء اللي عندي اهو 3 اسماء، لو دوست على فينش واخترت برينت دوكمنت او اخترت اول حاجه الايديت دوكمنت اديت عايز اعملها للكل، فهتلاقي فتح لي صفحة تانية باسم عبد الله حسين وصفحة باسم محمد أحمد لا، لو عملت طباعة هيطبع لك على حسب، لو رحت على الميلينج تمام على حسب عدد الأسماء اللي عندك، يعني هيطبع لك أول رقم واحد الأول هيطبع لك مثلا محمد أحمد، بعد كده في الطباعة هيطبع لك رقم 2 اللي بعده، هيطبع لك بعد كده رقم 3 لو دوست على برنت دوكمنت، هيطبع لك على حسب العدد اللي انت كاتبه هنا فوق او العدد اللي انت عامله عدد الاسماء اللي انت عاملها. في ناس سالتني على موضوع الاظرف في الطباعه وكده، لما باجي اطبع عامل برنت في الليتر نفسه في نوع الورقه نفسها في حاجه اسمها انفولوب بيديني مقاسات اهو لشكل الاظرف، اهو ده شكل ظرف، ده شكل تاني، ده شكل ثالث، فدي كلها اشكال للاظرف، اشكال مختلفه للاظرف، يطبع لك الورقه كده، يجيب لك الورقه كده كشكل الاظرف في الطباعه، في الطباعه اهي. بروح على البرنت او بختار كنترول بي، بعد كده من الطباعه بختار اللي هو الليتر نوع الورقه نفسها، بختار اللي هو انفولوب اهو، شايفين اللي بيظهر معايا اهو زي ما انا عايز. ايوه انت بتحط ورقه عاديه، ورقه عاديه
يعني انت ما ينفعش تحط مثلا تجيب لي ورقه ظرف وقعد تطبع عليها، كل طابعه ليها نوع ورق معين بتشتغل عليه. فانت بتحط الورقه العاديه بتاعتك اللي هي الاي 4، وبتيجي هنا عايز يطبعها لك كايه، مثلا يطبعها لك كاي 4 معناه ان يجيب لي الورقه كلها، يا اما يطبعها لي كشكل اظرف. انت لو شايفين هنا، لو شايفين هنا جايب لك شكل ايه الاي 4. رح اخترت انفلوب، فكده هيطبع الورقه كده، هيطبعها لي بالشكل ده. اخترت مثلا بي 4 هيطبعها لي بالشكل ده، وهكذا وهكذا. الجزء الاخير اللي هو بتاع ايه بالظبط؟ الجزء الاخير اللي هو بتاع ايه؟ استاذه اسماء وبشمهندسه اسماء، اعيد دي تاني اللي هي ايه بالظبط؟ بشمهندس عادل، الجزء الاخير، الجزء الاخير اللي هو بتاع الميلينج، بتاع الميلينج ولا بتاع ايه بالظبط؟ الشهادات والاسماء، ماشي. ايوه، هو التنسيق هيكون بشكل الظرف، التنسيق الورقه نفسها، الشكل نفسه بتاع التنسيق هيكون بشكل الظرف. يعني ادي دوست فايل، اخترت برينت، ورحت على اللي هو دي، هتلاقوها مكتوب عليها لتر عنديكم. هنختار مثلا انا عايز اطبع الورقه تطلع لي بالشكل ده، عايز تطلع لي بالشكل انفولوب دي ال، الورقة نفسها تطبع كده. التنسيق نفسه داخل الورقة هيكون بالشكل ده، التنسيق نفسه وداخل الورقة هيكون بالشكل ده. لكن محدش يجي يقول لي أنا أحط ورقة ظرف وتطبع لي ظرف، لأ، الطبعة نفسها مش هتقبل، الطبعة نفسها مش هتقبل. بحط اللي هو الورقة العادية بتاعت الطبعة، ورق العادي بتاع الطبعة أهو، شايفين؟ لأ أنا مش عايزه كده، أنا أدوس برنت وأختار اللي هو الشكل الطبيعي بتاع اللي هو الـ A4 بس. دلوقتي أنا هتراجع على كل حاجة أهو. تمام، همسح ده وامسح ده. تمام، انا دلوقتي في الدوكمنت ده. حلو، انا اول حاجة بروح على هو انا ما جربتش يعني الطباعه دي قبل كده، انا ما جربتش ان انا اطبع كظرف. استاذ نادر او باشمهندس نادر بيقول ان احنا ننفذ ذلك ونطبع على ظرف ايضا بمقاسات الظروف المختلفه، ممكن برضو، ممكن يعني انا هحاول اجربها النهارده كده، اجيب ورقه كده في نفس حجم الظروف واحاول اطبع. تمام تمام مهندس نادر بيقول لنا ان هو بنستعملها عادي، ان احنا ننفذ ذلك ونطبع على ظرف ايضا بمقاسات الظروف المختلفه، اي مقاس لمقاس الاظرف المختلف اللي عندي، سواء كبير او صغير او وسط، ايا كان المقاس عادي انا ممكن انفذ ده فعلا. فهو كده باشمهندس نادر صحح لنا المعلومه، ان احنا عادي ممكن نطبع على ورقه ظرف، نطبع عادي على ورقه. فالناس لو حطت ورقة ظرف في الطبع فلازم أكون بس برضو المقاس، لازم ألتزم بالمقاس، يعني ما أحطش ورقة صغيرة وأروح أختار في المقاس مثلا أختار حجم كبير بس. فبرضو في إمكانية إن احنا نعمل كده، إن احنا نحط الورقة ورقة ظرف نطبع عليها عادي، وأنا ما جربتهاش قبل كده، بس النهاردة هحاول أجربها، هحاول أجربها. تمام، احنا قلنا في الميلينج كل اللي بعمله في الميلينج. تمام، ادي عندي حاجه زي كده اهو، ايا كان اسم المتدرب، وادي التقدير. اول حاجه بفتح ملف وورد فاضي، اشكرك يا باشمهندس نادر،
تضع نفس المقاس للظرف، نفس التنسيق الذي تكتب عليه تضع في آلة الطباعة نفس المقاس بالظرف. بالظبط كده. أشكرك يا باشمهندس نادر على تصحيح المعلومة، أشكرك جدا. الناس أكيد شافت الرسالة بتاعت باشمهندس نادر، إن إحنا بإمكاننا إن إحنا نطبع على ورقة ظرف. أشكرك جدا باشمهندس نادر. مهندس أحمد، ماشي يا باشمهندس أحمد، باشمهندس أحمد أبو العينين، أشكرك جدا يا باشمهندس، أشكرك جدا يا باشمهندس، أشكرك جدا يعني، ومنكم نستفيد، أشكرك جدا. فهو فعلا إن هو كده بالنسبة زي ما قال باشمهندس أحمد أبو العينين، قال لنا إحنا ممكن عادي ننفذ ذلك على ظرف برضو، على حجم ظرف، سواء مقاس صغير أو مقاس كبير أو مقاس وسط، مفيش مشكلة. وبعد كده على أساسه نفس التنسيق إزاي بحط نفس المقاس بتاع الظرف وبطبع عادي. ما احنا هي فايدة الانفولب لو انا عايز اطبع كظرف، دي بس فايدتها، دي بس فايدتها، لكن غير كده ملهاش اي فايدة تاني. انفولب ان انا لو عايز اطبع كظرف، كظرف او شكل تاني يعني، هنتطرق ليها. فعادة كده على قائمة الميلينج انا بعمل تيبل، بعمل تيبل احط فيه مثلا الاعمدة اللي انا عايزها، مثلا الاسم، التقدير، الدرجة، العنوان اللي انا عايز اعمله، تمام؟ يا اما اروح على شيت اكسل، شيت اكسل وبعمل الكلام ده، اروح على شيت اكسل واعمل الكلام اللي انا عايز اعمله في تيبل، تمام؟ بعد ما بعمل التيبل بروح على الكلام نفسه اللي انا كاتبه او الجزء اللي انا منسقه هنا اهو، بروح على قائمة اسمها ميلينج، بختار حاجة اسمها select recipient، بدوس عليها، هختار منها اليوز ان اكزيستنج ليست، انا عايزها من قائمة خارجية، بدوس عليها، بدور انا حاطط فين الملف نفسه اهو الاسم، دوست اوبن. اول ما دوست اوبن في قوائم تانية اتفعلت معايا، اختار منها حاجة اسمها insert merge field، ظهر عندي الأعمدة اللي موجودة عندي، أدي الأعمدة اللي موجودة عندي. أنا واقف هنا عند المتدرب، فأنا عايز أعمل اسم ولا عايز أعمل التقدير؟ لأ أنا عايز أعمل اسم. أروح عند تقدير وبرضه أروح على insert merge field وأختار التقدير. عايز أعرض النتائج اللي أنا عملتها من preview result أهي. متدرب محمد أحمد جيد جدا. هنا أدي المتدرب منة طلة محمود تقدير امتياز. متدرب عبد الله حسين تقدير جيد. زي ما قلنا الانفولبس اللي هي الأظرف، اللي هي الأظرف، وبشمهندس أحمد أبو العنين صحح لنا المعلومة إن أنا ممكن برضو أطبع على نفس مقاس الظرف، تمام؟ بس بختار من هنا من البرنت، بختار بدل الليتر بختار اللي هو مقاس الظرف اللي أنا عايز أطبع عليه، أهي مثلا A4. انا بشوف عايز اعمله على ايه. بعد كده كان في حد سألني على تصحيح الاخطاء، عادة الانفولوب نطبع على الظرف عنوان المرسل والمرسل اليه. بالظبط، ما هو في الانفولوب انا بظبط يعني، بدوس عليها اهو فظهر عندي حاجة اسمها delivery address والreturn address. delivery address ده اللي انا العنوان نفسه بتاع اللي بيكون ظاهر لي من فوق خالص اهو، اللي بيكون ظاهر من فوق، اللي بيكون ظاهر لي من فوق. ممكن فورم الحضور لا الناس تصبر، بس لسه ما خلصناش، الناس تصبر 10 دقايق وبعد كده هينزل لينك الحضور، الناس تصبر بس معايا، تمام؟ الناس تصبر شويه معلش. هنا زي ما قلنا الدليفري ادريس اللي هو العنوان اللي مكتوب من فوق، المكتوب من فوق، شايفين البريفيو تحت، اما الريترن ادريس اللي هو الكلام اللي عايز اكتبه داخل النص. طب لو جربنا مثلا، ولا هو العكس، ثواني كده نجرب مع بعض. كتبت مثلا ايا كان اللي انا كتبته اهو، جيت انا كتبت برضو حاجات تانية، وعشان اعمل برنت يو سيف نيو، ما يكفي اختيار مكان ارتباط الاسم،
ما هي كيفية اختيار مكان ارتباط الاسم والتقدير بين الملفين؟ باشمهندس عادل، ممكن توضيح لسؤالك تاني؟ معلش توضيح للسؤال. احنا ما قلنا الانفلوب اهي، فهو اعمله لي كشكل اظرف اظبط فيه زي ما انا عايز، تمام. الريترن ادرس تاني، الريترن ادرس صحيح المعلومة، معلش بعتذر. الريترن ادرس اللي هو العنوان المكتوب من فوق اهو، اما الدليفري ادرس اللي هو الحاجات اللي داخل الظرف نفسه عايز اكتبها ايه. فانا رحت كتبت اللي انا عايزه، اكتبه اهو. اجي من تحت اكتب برضو اللي هو اللي عايز ارسله. دايما في اي رساله ببعتها او اي ايميل ببعته لازم اسيب مكان فاضي بدايه المستند، لازم اسيب مكان فاضي. انا مثلا اسيب، هنتعلم ازاي نسيب جزء معين من المسافه بحيث ان احنا يبدا اللي فوق دي، السطر اللي فوق يبداه لي من الاول، يبداه لي مثلا من هنا، يبدا السطر من فوق من هنا، واللي تحت يبداه لي من بدايه الصفحه، من بدايه الصفحه. تمام. انا بدوس على انفلوب هنا، ولما بدوس على، المفروض انا change document لو عايز اغير المستند، انا لا انا عايز ارجع تاني اهو، عايز ارجع اهو اهو، حلو كده. دوست على انفلوب، اختار add to document اللي انا عايز اضيفها للمستند واشتغل عليها. بكتب من فوق اللي انا عايزه في العنوان نفسه، وانزل من تحت اهو ظهر لي مربع ممكن اكتب فيه اللي انا عايزه. ده شكل الاظرف من انفلوب، وبختار، لا انا كده هرجع تاني اهو. قلنا ازاي نعملها من انفلوب واختار اد تو دوكمنت، يبقى زي ما قلنا الريتيرن ادريس اللي هو العنوان اللي من فوق، الدليفري ادريس اللي هو الكلام اللي بيكون داخل الظرف نفسه. هنتعلم ازاي نبقى الحاجات دي كلها ان شاء الله هنتعلمها في السيشن بتاع التقارير الفنيه، ازاي اعمل ظرف وازاي اكتب تنسيقات داخل الاظرف. شخص مكان مخصص في ملف الشهادة، أوضاع التقدير في مكان، يعني إزاي تم وضع الاسم من الجدول المرفق في مكان مخصص. ثواني، أنا هنا خلينا ماشيين واحدة واحدة أهو. تمام، وأدي التقدير، لغاية التقدير، حلو كده. هو لحد هنا باشمهندس عادل، لحد هنا مفهومة؟ لحد هنا مفهومة؟ شهادة التقدير توضع بالمظروف حسب فهمي. بالظبط 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 يا باشمهندس عاطف. أنا جيت وقفت لحد هنا، وبعد كده أدي هرجع أهو تاني، هرجع تاني أهو، رجعت تاني. أنا هلغي ده وهلغي ده، بختار حاجة اسمها select respondent، وبختار use an existing list، واشوف ان القائمه حاططها فين، يعني في الديسكتوب ولا في الدي ولا في السي، ولا حاططها فين بالظبط. بدور عليها وادوس عليها، وبعد كده ادوس اوبن، بدوس اوبن. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بروح على حاجه اسمها انسرت ميرج. انسرت ميرج هو تلقائي حاطط لك كل الاعمده اللي انت حاططها في الجدول. انت عامل عمود بالاسم وعمود بالتقدير، لو عامل اعمده زياده هتضاف لك برضو عندك، هتضاف عندك. فهروح عند المتدرب، انا اللي هروح، هو مش هروح تلقائي، اروح انا عند المتدرب عايز احط هنا ايه، ممكن احط التقدير اهو عند المتدرب. تمام، انا هنا عشان اعملها ثلاثة اخليها واحد، لكن لا انا عايز احط الاسم، فدست الاسم، وهنا عند التقدير هختار التقدير، فيظهر لي ادي الاسم والتقدير، الاسم والتقدير. هو في الاول مش هيكون ظاهر معايا كده، في الاول هيكون ظاهر معايا انا عشان المستند ده اشتغلت عليه قبل كده وعامل بريفيو اهو، هيظهر معاك كده الاسم والتقدير، الاسم والتقدير. وبعد كده بدوس على بريفيو ريزلت، عرض النتائج، فظهر عندي مثلا اول اسم محمد احمد، تقديره جيد جدا. من السهم الصغير ده اللي هو النكست ريكورد، جاب لي الاسم الثاني هو من نطلة محمود، تقدير امتياز. دوست على، حولت الاسم اللي بعده عبد الله حسين، تقدير جيد. قلنا من هنا لو عايز
اطبعه، بيطبعهم لك على حسب الاسماء الارقام اللي عندك. لو عندك انت 5 اسماء بيطبع لك 5، عندك 10 بيطبع لك 10، وعلى حسب. لو عايز اعمل ايديت لكل واحد فيهم بعمله من ايديت هنا دوكمنت. لو عايز ارسله بواسطة رسالة ايميل برسله هنا سند ايميل، بكتب هنا تو اسم نفسه وادي الميل تعليق وتظبطها على حسب ما انت عايز ترسلها. هنا الايديت ريسبنت ليست، انا القائمه اللي انا حطيتها لو عايز اعمل لها ايديت، لو عايز اشيل مثلا منيها اسم عبد الله حسين شلت علامه الصح اهو ده الاسم. بقعد ارتب، افضل ادوس على الاسم كذا مره بيعمل لي ترتيبات للاسم، خلي لي عبد الله فوق او منة الله فوق وهكذا. عايز ابدل ما بين عبد الله ومنة الله، جيت هنا اهو شايفين اللي بيحصل والتقديرات وهكذا وهكذا. كيف ممكن اعالج؟ انا اليوم كنت شغلت جداول من اول الصفحه، ولما جيت اكتب اسم الجدول فوق الجدول ما قدرت اكتب. كيف ممكن اعالج المشكله دي استاذ؟ يعني افتكر شو بي دي اف لما احاول احفظ المشكله. تمام، هو بالنسبة ازاي ابعت فاكس او ازاي ابعت ايميل هنتعلمها في السيشن بتاع التقارير الفنية. فان شاء الله بإذن الله المحاضرات الجاية هناخد محاضرتين كاملين خاصة بالتقارير الفنية، ازاي ابعت فاكس وازاي ابعته عن طريق الايميل. هنتعلم ازاي اعمل بحث علمي، ازاي اكتب تقرير فني، الفرق ما بين السي في والريزيوم، الحاجات دي كلها ان شاء الله هناخدها من المحاضرات الجاية. فالناس يعني تركز معايا اكتر المحاضرات الجايه، لان دخلنا على محاضرات مهمه ان شاء الله في الوورد. احنا يعتبر كده خلصنا البرنامج كشرح، اما كشغل عليه او تطبيق عليه هناخدها ان شاء الله. هنبتدي من المحاضره الجايه تطبيقات عليه، سواء تصميمات زي ما قلنا كروت شخصيه، بانر، كارت شخصي، كنهات، عايز اعمل مثلا لوجو بسيط مثلا. الحاجات دي كلها ممكن اعملها برضه عن طريق الوورد، ازاي اعمل مثلا رسوم ثابته، ازاي اعمل شهاده تقدير. الحاجات دي كلها ان شاء الله هناخدها في المحاضره بتاعه التطبيقات، ازاي تطبيقات على تطبيق على برنامج الوورد. هنتعلم ازاي نرسل ايميل، وازاي برضه في نفس الوقت ابعت عن طريق الفاكس من الوورد، من الوورد، ان انا ممكن ابعت برضه عن طريق اي برنامج تاني الاوتلوك، لكن انا هنتعلم ازاي نبعته عن طريق الوورد. تمام، هنتعلم ازاي برضو نكتب بحث علمي، والمصادر ازاي نكتبها، وكل ده ان شاء الله بإذن الله هنتعلمه من المحاضرات الجاية. هو سعر امتحان الشهادة الدولية بتاعة الاي سي 3، هو في ناس تقريبا يعني 700 او 600 مش فاكر في الحدود دي. بس اللي هيمتحن امتحان دولي يمتحن الاي سي دي ال، يمتحن الاي سي دي ال. اللي هيطلع بره، اللي حابب يطلع بره بالشهاده دي يمتحن الاي سي دي ال. تمام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انا بعت لكم على الواتساب ازاي تفرق ما بين الشهادتين، وازاي تعرف ان الشهاده دي اصليه ولا مش اصليه، لان في ناس كتيره بتزور الشهادات دي. فانا بعت لكم على واتساب ازاي تفرق ما بين الشهادتين، هبعت لكم تاني برضو، هبعتها لكم تاني علشان برضو الناس تتأكد من الشهادة قبل ما تاخدها، تتأكد من الشهادة قبل ما تاخدها. وزي ما قلنا بالنسبة ازاي ابعت فاكس من الوورد ان شاء الله هناخدها المحاضرة الجاية. بالنسبة ل لما اجي ادرج الجدول مثلا من insert اختار تيبل ادرجت جدول، الفكرة نفسها مش برضه يكتب لي حاجة فوق الجدول، لأن أصلا أنا مش سايب مسافة، مش سايب مسافة من فوق، يعني أنا مش سايب مسافة. أدي كده أهو، تمام، أدي الشهادة مثلا. فأنا لما أجي أكتب أدي هتلاقيه بيكتب، في ناس ثانية هتلاقيه ما بيكتبش معايا. في الحالة دي أحاول أمسك اللي هو علامة البلس دي وأحرك الجدول لقدام شوية، أو بلعب في قائمة لي أوت اختار اللي هو الاندنت والسبيسنج اللي هو قبل النص. شايفين ايه اللي بيحصل معايا؟ انا دي مش هقرب عليها، لكن انا عايز من فوق ومن تحت اهو. شايفين من فين؟ من سبيسنج دي 4 وافتر. تمام،
ممكن اعملها تاني عن طريق اشتغل في القائمة دي. ساعات يعني بيجيب لي مثلا سؤال بيقول لي خلي السبيسنج ما بين ال الباراجراف اخليه دبل اهو، خليه سنجل، خليه اكزاكتلي اهو، بتختار من هنا. عايز لو الانديشن الاندنت اللي هو المسافة البدائية اخليها فيرست لاين الخط الاول بس، او هجنج اهو. شايفين البريفيو من تحت دي الطريقة اللي انا بعمل بيها ازاي اخلي السطر الاولاني في مسافة كده صغيرة ما بينه وبين الكلام. بالنسبة لما باجي اعمل فايل وبعد كده بختار سيف از، تمام، وبختار براوز، واخترت هنا بي دي اف، وادوس اوكي. هي المفروض تعمل معاك بي دي اف، بس ساعات ساعات يعني لو انا المستند نفسه في صفحات كتيرة بتلاقي الورد نفسه علق معاك، او عشان هو حصل معايا من يومين فكانش بيرضى يعمل معايا البي دي اف. فالفكرة نفسها لما اجي اعمل بي دي اف اصبر عليه، اسيبه زي ما هو، يعني استنى عليه 5 دقايق عشان يعمل البي دي اف. في ناس مش بتصبر، يعني من اول ما هو يعمل كده روح يقفل برنامج الوورد كده خلاص، انا المفروض كده عملت البي دي اف ومفروض يظهر لي البي دي اف. فلا، نستنى 5 دقايق عليه لحد ما يجرى لي هو المستند نفسه، لو بالاخص لو كنت عامل مستند مكون من 100 صفحة او اكتر من 100 صفحة، تمام. تمام، حلها ان انت تروح على حاجه اسمها اكسبورت، اكسبورت، وتختار حاجه اسمها كرييت بي دي اف، كرييت بي دي اف. لو مش موجوده في السيف از صيغه البي دي اف، بروح من اكسبورت وبختار حاجه اسمها كرييت بي دي اف، كرييت بي دي اف، تمام. اهو هشوف انا عايز احفظه فين، كرييت بي دي اف، تمام. سعر الشهادة بتاعت الاي سي دي ال سعرها يكون فروض من 500 ل 600 جنيه حسب كل مركز او اكاديمية. بس يعني في ناس بتنزل عروض عليها مثلا 400 450، يعني اخر حاجة شفتها كانت 500 سعر الشهادة بتاعت الاي سي دي ال. انا لما امتحنت الشهادة على ايامي كانت عاملة 900 الشهادة لوحدها، تمام. والشهادة الناس اللي تمتحن الشهادة هتمتحنها على ويندوز 10 وعلى الأوفيس 2016، ده التحديث الجديد. التحديث القديم بتاعها كان على 2010 وورد أو أوفيس 2010 وويندوز 7. أما التحديث الجديد بيجي في 3 مديول، التحديث الجديد بيجي 3 مديول، تمام. اول مديول بتمتحن الوورد والباوربوينت والاكسل فقط الثلاثه، فهو لغالك الاكسس من الشهاده الدوليه. تمتحن الوورد والباور والاكسل، تمتحنهم كامتحان واحد، كل برنامج عليه 12 سؤال. الامتحان نفسه 36 سؤال، مدته ساعه، مدته ساعه، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتمتحن المديول الثاني اساسيات الانترنت، اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الاي تي، تمتحن الثلاثة مع بعض. كل جزء هيجيب لك 12 سؤال عليهم. ضاف لك مادة جديدة اسمها الامن السيبراني. المادة دي مادة كلها حفظ، مادة كلها حفظ، المادة نفسها كلها حفظ، 36 سؤال على المادة دي. ساعات بيجيب لك اسئلة من الاي تي فيها، ساعات بيجيب لك اسئلة من الكمبيوتر وهكذا. لا هي ملهاش مدة، ملهاش مدة شهادة الاي سي دي اللي ملهاش مدة، ملهاش مدة سريان. هي اللي بيكون ليها مدة تقريبا اللي بيحاول يمتحن امتحان لغة سواء التويفل او الايلتس، دول ليهم الايلتس تقريبا ليه سنتين، مدته سنتين. اما الاي سي دي اللي الشهادة الدولية ملهاش مدة، ملهاش مدة معينة، تمام. كده انا خلصت محاضرة اليوم، خلصت محاضرة اليوم. بالنسبة للأسئلة اللي اتسألت كلها أنا حطيتها عندي، الأسئلة اللي قلنا هنجاوب عليها المحاضرة الجاية، تمام. تمام. في أسئلة أنا أصلا اتسألت النهاردة وكنت مجهزة للمحاضرة الجاية، فأنا برضو
يعني عشان ما نسبكش الاحداث كان لازم نشرح الحاجات اللي فضلنا. زي ما قلنا هناخد ديفلوبر وهناخد برضو اللي هو يعني رغم ان زي ما قلنا البوك مارك والكروس ريفرنس زي اللينك بس برضو هنشرحها المحاضره الجايه. هشرح ازاي لما اجي اعمل لون للصفحه معينه ازاي اظهر الهيدر والفوتر من تحت، تمام؟ ازاي اعمل حدود لصفحه في منتصف المستند، لما اجي اعد برضو السطور ازاي اوقف العد عند صفحه معينه، ازاي اتعلم تسطير السطور ازاي نسطر، وبرضو ازاي اعمل صفحات بالطول وصفحات بالعرض. ده اللي المفروض يتشرح المحاضرة الجاية إن شاء الله، بجانب هنشتغل شوية تنسيقاتها نعمل شهادة تقدير مع بعض، ولو الوقت سمح إن إحنا ممكن نعمل تصميم سي في. هنصمم بعض الأشكال برضو مع بعض، ولو في جزء برضو هناخد تقارير فنية. التقارير الفنية أنا سايب له محاضرتين لوحديهم، محاضرتين هناخد فيها أساسيات البحث العلمي وأساسيات التقرير الفني وإزاي أبعت فاكس عن طريق الوورد، وازاي اعمل بحث علمي بطريقه صحيحه، ازاي اكتب المراجع. ده كله ان شاء الله باذن الله في المحاضرات الجايه، تمام؟ هو برنامج الوورد خلص، الوورد خلص تمام، بس هو اللي فاضل في الوورد بس اللي هو التطبيقات اللي انا قلت عليها دلوقتي، اللي هو التصاميم، تصميم شهادة تقدير، تصميم كارت شخصي، تصميم بانر، تصميم لوجو، التصميمات اللي هي البسيطة دي هنعملها مع بعض إن شاء الله، وبعض الفنيات إن شاء الله، وهناخد برضو سيشنات كاملة على التقارير الفنية. يعني بإذن الله وإحنا النهاردة المحاضرة السابعة، يعني ممكن إن شاء الله كمان محاضرتين أو ثلاث محاضرات على حسب ما إحنا نخلص. يعني ثلاث محاضرات تاني غير المحاضرة دي أو أربع محاضرات على حسب ما نخلص الشغل أو الحاجات اللي أنا محددها هتتشرح في برنامج الوورد. أنا مش عايز برضو أدخل على البرنامج اللي بعده غير لما أنا مخلص لك كل حاجة في البرنامج، كتصميمات، كشغل، كمثلا لو عايز أكتب معادلات عليه، لو عايز أصمم شهادة، عايز أصمم كارت شخصي، عايز أعمل رسوم ثابتة، الحاجات دي كلها إن شاء الله هناخدها من المحاضرة الجاية. بالنسبة لجروب الواتساب، هو في جروب تاني للأسئلة، الجروب التاني مش مليان فممكن الناس تدخل عليه. فالبشمهندس عمر، بشمهندس معلش ابعت لهم اللي هو الرابط بتاع الجروب التاني، ابعت لهم الرابط بتاع الجروب التاني، تمام؟ بالنسبة للباوربوينت، الباوربوينت هناخد فيه حاجات كتيرة برضو زي الوورد كده، هنطول فيه شوية. الإكسل، ومجرد ما احنا خلصنا الوورد والباور والإكسل باقي البرامج كلها اللي فاضلة معانا مش هتاخد معانا وقت. يعني هتلاقي كل برنامج بياخد مثلا من محاضرتين لتلاتة وأربعة، لكن الوورد والباور والإكسل لأنهم أهم برامج أنا ممكن أشتغل عليهم، فأنا هديلك كل حاجة خاصة بالبرامج دي بحيث ان انت ما تحتاجش بعد كده ان انت تاخد كورسات فيهم. وبالنسبة برضو التطبيقات اللي عليها سواء الوورد الباور والاكسل، وزي الباور برضو هنتعلم كذا حاجة، ازاي اعمل ختم لي على الباور، ازاي مثلا اعمل رسوم متحركة، ازاي اعمل انيميشن، شغل الانيميشن هو مختص بالباور، ازاي اعمل عروض تقديمية مناسبة. الإكسل هنتعلم كل المعادلات الخاصة ببرنامج الإكسل كمحاسبين، كمهندسين، أيا كان برضو مين، مش شرط أنا بشتغل على الفئات كلها. يعني إحنا هنتعلم كل المعادلات اللي أنا ممكن تفيدني في شغلي، دي أول حاجة. وبالنسبة للأكسس برضو بعد الإكسل هندخل عليه إن شاء الله وهنشرح فيه. هو الأكسس أصلا في كذا ليفل، كذا مستوى، هنشرح فيه الحياة اللي إحنا هتفيدنا. لان زي ما قلنا في جزء فيه خاص بالبرمجه، احنا مش هندخل على البرمجه، احنا الدبلومه نفسها خاصه بالاوفيس. انا عايز اقول لكم ان الاكسس اصلا اتلغى، الاكسس اتلغى من برامج الاوفيس. ايه السبب اللي خلى الاكسس اتلغى؟ ان الاكسس نفسه اصلا مش برنامج يعتبر ضمن حزمه الاوفيس، هو اصلا شغله كله شغل برمجه، شغل برمجه
تمام، بس احنا هنشرح فيه كل حاجة ممكن نستعملها ان شاء الله. انا كده خلصت محاضرة اليوم، اللي عنده اي استفسار ممكن يكلمني على جروب الواتساب، وان شاء الله بإذن الله اقدر ارد على الناس كلها. التوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم.